الايديت بولي بلشنا فيه الدرس الماضي وبلشنا نحكي مثل ما بيقولوا تعريف عنه. عندي عقد، عندي بلا 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 بلا، تحكمات ثلاثية الأبعاد بالتفصيلية بالعناصر. الايديت بولي لحتى يكون أمين بالنقل تبعه هو طريقة من طرق الموديلينج بالماكس بحد ذاته. يعني أنت مثل ما حكينا ممكن من سطح تبني سيارة، ممكن من بوكس تبني مدري شو. الفكرة الهندسية أنا برأيي من الخطأ أنك تفكر بالإيديت بولي على أنه أيوة أنا بدي أطلع على كتلة بناء ومبلش أعمل بوكس وإصلحه على إيديت بولي تعديلات وتصليحات. هذا الحكي أنا بعتبره بعيد عن الصحة، وخصوصا لما بدك تحكي بلغة كتلة هندسية. هندسية شو يعني؟ يعني مثل ما قلنا إلى انصراف أقطار واضحة إذا كان منحنيات، إلى تكسير، إلى تعامد، إلى إلى. طب شلون نشتغل هيك شغلات؟ نشتغلها بنفس روح الأوتوكاد. هلأ بلشت بقى أحكي شغلة ما حدا بيعرفها، إنه أنا بكون عم بشتغل بالماكس بروح الأوتوكاد. شو هو روح الأوتوكاد؟ إنه أرسم مسار أعطيه سويب يمشي عليه، أرسم مسقط أعطيه إكسترود يطلع كتلة. هيك طريقة الموديلينج بالأوتوكاد. بستفيد من خصائص الحلوة تبع لغة تفاعل السبلاين مع موديفايرات الإنشائية، إنه لما بيكون عندي ممكن حط أكثر من سبلاين جوا السبلاين. ما هيك؟ ما هيك؟ جوا السبلاين. عم بحكي صح ولا عم خبص أنا؟ لا صح. تمام، لأنك صحياني، بس إذا تيلي عم خبص كلامك مزبوط، بقول لك بس أنت غفياني شوي، نسياني إنه هي معناتها شيء وهي معناتها شيء. تمام. فالفكرة إنه ممكن أعمل أكثر من سبلاين جوا سبلاين، هي ميزة ما بتمتع فيها الأوتوكاد، بس برجع بقول إني عم ببني إكسترود بلغة الأوتوكاد. الإيديت بولي القوة فيه هي التحكم، المزايا اللي فيه، وراح نحكي فيها إن شاء الله. بلشنا الدرس الماضي حكينا عن العقد. أنا ما بدي إياك تحفظ براسك إنه أنا اللي بدي أساويه هو كلياته راح يكون إيديت بولي. دائما الأمر اللي بعطيك إياه مو لحتى تشتغل فيه وبس، الأمر اللي بعطيك إياه لحتى تضيفه لمكتبة الأوامر اللي عندك إياها وتصير بقى تطور أدائك ككل. بزماناته في أحد المواقف صار إنه عطيناهم للطلاب لوفت، خلصنا اللوفت وإجا على حظهم في مثل إسكيز، فطلبنا بالإسكيز. بلحظة أنا ما طلبت، الأستاذ مش شايف هو اللي طلب، أنا ما دخلني لأنه ما بطلب هيك شغلات. طلبنا منهم يعملوا 3 حجار شطرنج موديلينج بالماكس، لأنه كان آخر أمر أخدينه شو هو؟ خد بقى الشباب يرسموا لي مقاطع مقاطع، ما يدور مقاطع ويقول له لوفت، مقاطع ويقول له لوفت، يعني يرسم مسار مستقيم ويلعب على المقاطع، شي طلع جندي مدري شلون، شي طلع فيل مدري شلون. يا عمي كل شغلكم غلط. وأنا يلي فلجني إنه كل الطلاب اشتغلوا لوفت، لك ما مرق له واحد فتح يرسم المقطع سبلاين ويعطيه ليف. من زمان أخذنا الليف أستاذ. يا ماما أنا ما علمتك اللوفت لحتى تشتغل كل شغلك لوفت، وما علمتك الليف لحتى تضبه لما بيجي أمر بعد منه. أنا عم علمك هدول كل واحد له وقت، ولا واحد فيهم عرف يساوي الحصان. ليش؟ لأنه الحصان له لا شغال اللوفت تكسيرات، بس له منخار ما بيقدر اللوفت يطلع وينزل يرجع يطلع، اللوفت دائما بيستمر، فما قدر يعطيه مقطع ينزل لتحت ويرد يرجع يطلع. طب شو مشكلة اللوفت؟ عفوا شو مشكلة الحصان؟ بسيطة، نفس الجندي بس طلع على واجهة جانبية يرسم له المنخار وقال له اكسترود فوتو فيه. طبعا ما بيطلع الحصان اللي بدك اياه، اوكي، بس لسه في اوامر نحكيها. انا عم بحكي انك تمشي حالك، ما قدروا يمشوا حالهم حتى. ليش؟ لانه على الان براسه امر اللوفت وبس. وانا عم بقول لك اللي فاجئني انه الكل، عادة انت شو بتقول يعني انه هدول الطالبين مو كتير شاطرين، بس لما بيطلعوا كل الطلاب هيك بتقول الاستاذ معناته في مشكلة عنده. عرفتي ليش نسبة النجاح كثير مهمة؟ أستاذ ظالم ما بيقدر يكون ظالم، قد ما كان ظالم ما بيقدر يرسب أكثر من نسبة معينة، لأنه إذا رسب أكثر من نسبة معينة مو معناته الطلاب ما بيفهموا، معناته أنت ما بتعرف تدرسهم. ها، فلهيك بده يضل في عنده نسبة نجاح لازم يحققها. فلا تقولي أستاذ ظالم، لا، لأنه لما بيصير ظلمه زيادة بيطلع على فهمنته على حسابه بيطلع تماما. وهي هذا المنطق، مو معقول يكون الكل ما بيفهمه. فانا وقت صفنت انه انا بجوز ما وضحت لهم هالعباره، انه انا لما بعطيك امر جديد مو معناتها تستنسخ اللي قبل، ولا معناتها كل شغلك يصير فيه. اي كتله بتشوفها فيها شويه ترجعلك هي بدها لوفت استاذ، روي روي، مو شرط تكون بدها لوفت، ممكن ببساطه اكثر من اللوفت، بس ممكن باللوفت انت صار عندك خيارات زياده، مو صار عندك خيار وحيد بالتفكير. طيب بالنسبه للايديت بولي، بلشنا الدرس الماضي حكينا مثل ما قلنا تعريفات عنه، وفتنا على المستويات الأساسية تبعه، وعطيناهم شوية تقسيمات بس ليصير عندي شوية تقسيم نشرح على أساسه. ارفع لياك شوي هون. المستوى الماضي اللي حكينا، طب أنا موديفاير إديت بولي، فتنا على المستويات ومستوى الفيرتكس، حكينا كل شيء له علاقة بالسيليكشنز
الخاصة بالفيرتكس، ومثل ما قلنا السلكشن هي خاصة بكل المستويات، بس لما بتكون بالفيرتكس بيطلع لك شغلات شغالة فيها، هاي الشغلات اللي مو شغالة هي ما دخلها بالفيرتكس، اللي هي مثلا الرينج واللوب مو شغالات لأنه مو بالفيرتكس، بتروح على مستوى تاني بتلاقيهم اشتغلوا، بس الجرو والشرينك لساتهم شغالين. اذا بالطريقه اللي شرحتهم بالفيرتكس راح يطبقوا نفس المنطق على لغه سيلكشن ايدج. اوكي الفكره، لغه انه اجنور باك فيسينج صارت على مستوى الايدجات، انا لما بعمل هيك بطمئن انه اخذ بس هاي الايدجات مو اخذ الايدجات اللي ورا ايدجات، فما حقدر ارجع عيدها مره ثانيه. خلاص انت فهمت شو القصد بالشيء اللي عم نحكي. طيب نجي هون بالنسبه لنا من الحركات الاساسيه، خليني ارجع هلا بهذا البوكس صفر القيم تبعه. هذا البوكس خليني أعطيه دايمينشنز واضحة، هون 4 أمتار 6 أمتار ب 4 أمتار زوم إكستنت. هذا البوكس اللي عندي غرفة أو شو ما كان بدك تقوله. إذا فتنا على مستوى الإيديت بولي الإيجز، تتذكر كان في عندي بالفيرتيسيز إذا بنزل على شيء اسمه إيديت فيرتيسيز كان في عندي كونكت، شو كانت تعمل الكونكت بين العقد بشرط فقهي شو كان يكونوا؟ لا بيكون على بوليجون. احسنت، هذا الشرط الفقهي، المستوى مو شرط، بس الفقهيه فيه انه يكون بوليجون واحد. وبتتذكري مو شرط يكون البوليجون مستوي، ممكن يكون البوليجون مجعلك، انا بقى بوصل المهم يكون بوليجون واحد. نفس المنطق تمام بمستوى الايدجز، انا قادر اخذ هي الايدج وهي الايدج واجي اقول له بالايديت ايدجز بتلاقي في شيء اسمه كونكت، بس بلش يفرق معي شيء. شو الفرق لما بقول له كونكت بين ايدجين؟ شفت شو هون بيساوي، اعطاني ايدج. كيف فهمها؟ انه انت اخترت ايدجين على بوليجون واحد، قام مسك حط لك ضف لك ايدج واحده بين هدول الايدجين، ممكن تزيد العدد يصيروا 2 3 4 5. شو عم يعمل؟ عم يضيف ايدجات بين الايدجين. ومبداه كيف؟ اخذ نص الايدج الاولانيه على نص الايدج الثانيه. يعني لو كان عندي انا شغله من هذا القبيل، هي مرفوعه لفوق، إج من بيناتهم أطول من الإج الثانية، أيوة، فهو بيحترم الأطوال. آه شفت ما أحلى هالحركة؟ لما انتقلت من مستوى لمستوى اختار سيلكشن هدول العقدتين اللي مقابيل بعض، ارجع لمستوى الإجز متذكر السيلكشن اللي أنا طلعت منه، بس إذا كبست كبسة برا فكيت السيلكشن وقتها بينسى. فهي واحدة من الحركات اللي ممكن احنا نحتال فيها على الإيديت بولي، إنه أنا جيت اخترت هدول رجعت بدي أعمل شغلة، رجع على العقد بتلاقيه متذكر اللي أنا كنت واقف عنده، زحت هالعقدة رجعت على الإجات، رجع على الإجات اللي أنا مختارة، أعطيه كونكت كبسي على السيتينجز طلعت. شايف شلون مبدأه؟ وصل لي بالميل بيناتهم، هو مو بالميل، بين نص هاي لنص هاي، لما بتزيد اثنين بين نص هاي، عفوا تلت هاي لتلت هاي، ووصل كل ما بتزيد بتلاقي بيقرب أكتر للاتجاه الأقرب، لأنه مبدأه ديفايد نفس العدد وتوصيل بيناتهم. وجاي لقدام انا بركضان كان عندي حيط مايل وبدي اعمل له نعلة افقية، شلون اقدر وصل ايدج افقية بغض النظر عن فرق الميل؟ جاي لهي، بس مبدئيا الكونكت بالايدجز هذا مبدأ. ممكن اقول له اعطيني كونكت الاثنين بس، هالاثنين هدول شو بقدر ساوي فيهم؟ ماشي الحال، هالاثنين شو بقدر ساوي فيهم؟ تحت في شيء اسمه بينش واللي تحته في شيء اسمه سلايد. البينش هي افتاح وضب بيناتهم المسافه، وهذا الحكي مو شرط على الافقيه، هو المسافه بين الايدجين على حسب السلكشن عم تختاره. والسلايد مثلا انا ضبيتهم هيك جنب بعض، اجي ازيحهم لهالاتجاه اكثر او لهالاتجاه اكثر. اوكي القيمه الصفريه تبع هدول البينش والسلايد هي القيمه الديفولت تبع الكونكشن اللي هي متساويين مع بعضهم البعض. بيجي عندك انا بالنسبه لي اعطيني اياها وحده ما في بنش، لانه وحده بس فيني اعمل لها سلايد، نزل لتحت اكثر، شفت كل ما نزل اكثر قرب لزاويتها، تبعد او تضب بين الايدجات، والشرط يكون اكثر من ايدج عندي. يعني انا يكون عندي ايدج وحده ما بستفيد بنش، عندي ايدجين فما فوق مثلا، هاي اربع ايدجات ضب لي اياهم على بعض، بضبهم اربعه على بعض. اوكي فريدون بيفردون على التوازي تبعهم، مو تقسيم زمني، لا تقسيم اللي عم بيساوي انه بين بعضهم متساويات والاطراف عم بتكون متساوية، بتحطها صفر بيكون تقسيم مسافي اللي هو هون، او بالاحرى هذا زمني على حسب بقى انه انا ماسك ربع 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 وصلت بيناتهم حسب العدد اللي عم بتساوي. طيب هاي واحدة من الشغلات، اذا بجي بقول له مثلا واحدة من الحركات زحلي هي على نفس ارتفاع هي العقدة، وبجي بقول له
عطيني هالإيدج كبست كبست شيفت، والإيدج اللي جنبها على التوازي هون شفتوا شو أخذ؟ أخذ كل شيء إيدجات عداية. هاي منسميها لغة الرينج بالسيليكشن. شو يعني الرينج بالسيليكشن؟ راح أجي إله شغلة هون، عطيني كونكشن بين هدول الأربعة. يس راح أمسك هاي الإيدج شيفت، أمسك هاي الإيدج أخذ كل الرينج التوازيات، عطيني كونكشن زر يمين كونكت. بلشت لأفوت باختصارات، ما عم بختصر بس لأني بعرف بدل ما أكرج ولاقي الكونكت هون، طول ما أنا جوا الإيديت بول إذا بكبس بالزر اليمين بيعطيني اختصارات أساسية مثل مثل سبلاين. مسكت هدول زر يمين عطاني الأساسيات تبع الإيديت إيجز اللي أنا بعرف موجودة وبضل ثابتة، دائما في كونكت، دائما في إكسترود، دائما في تشامفر للإيجز هون لأن أنا واقف في مستوى الإيجز. عطيني كونكت الرخر، عطاني اياهم. يس اف 3 بتلاقي هدول طلعوا عندي، شفتون؟ هلا اذا بمسك هالايدج وبقول له شيفت على اي ايدج بهالاتجاه اللي هون، فهم انه خد الرينج تبعهم. اما اذا مسكت الايدج وكبست كنترول على طول الايدج، بس كبستين سوري، بلاقي اخذ كل شيء على طول الايدج اللي هو اللوب. اللوب كنترول كبستين، الرينج شيفت وكبسة على اي واحدة على الاتجاه هذا. لهون شو اللعبة اللي عم بتصير؟ لما انت بتكبس هاي الايدج وبتقول له لوب بياخد اللوب، لما بتمسك ايدج وبتقول له رينج بياخد الرينج. هلا ممكن تعمل حركة تكبس ايدج وتكبس ايدج وتكبس ايدج، تكبس ايدجات مختلفة، في واحدة بمكان معين تابع لنفس الايديت كواليتي. كان الأستاذ ياسين يحطوا لنا هذا اللي حامل السلم وفقت من الباب، طلع عن جد عم بيعلموا شيء مهم. ما في فات من الباب وانت السلم ماسكه بالعرض. فالنقطة لما انت بتمسك، ممكن مسكت هالإيدج، ممكن مسكت هالإيدج، ممكن مسكت هالإيدج، كل إيدج انا ماسكه باتجاه معين. نوصي لك على كاسة عصير كمان. فالمهم لما بنمسكهم هدول بقول له رينج، شو بيعمل؟ كل واحدة بياخد رينج. اوكي هي ممكن، او بالعكس انا ماسكهم قول له لوب، كل واحدة بيسلخ لوبك سيلكشن. وهي الطريقة. هلا انت مو حاسس قيمتها، بس لما بيتعقد الاوبجكت بتحسي قيمتها. لما بيكون في شغلة فاتلة مع لوفت مع كذا، بمسك طرف الايدج ولوبس طير عليها. اختصار العملية بالماكس 2014 انك تكبس على الايدج، إذا شفت على اتجاه العرض تبعها بياخد سوري، إذا شفت على اتجاه العرض تبعها بياخد رينج، إذا كنترول كبستين على أي اتجاه طولي عندها بياخد لوب. أوكي شفت وكبسة على عرضها بياخد رينج، تمام. شفت وكبسة بياخد رينج، تمام. كنترول اختار الايدج، كنترول وكبستين بياخد لوب. كبستين كنترول. هلا كل شيء ماكسات 2013 فما سبق شيفت شغاله على حسب اتجاه اختيارك، بس مشان ما يصير لخبطه قام قالوا لك وقت بدك لوب بال2014 بتكبس كنترول كبستين، وقت بدك رينج بتكبس شيفت وكبسه على العرض. اخذ عرض هدول، اخذ عرض هدول، بدي طول هدول، كنترول كبستين هون، شفت شلون فرش. تمام لاحظ كبست هي، قلت له شيفت، قام اخذ عرض كل هدول رينج على الدائر ما دور الكتله رينجا، كنترول كبسه هون، عفوا كبستين هون اخذ لوبا، كبستين هون اخذ لوبا، كبستين هون اخذ لوبا، كبست كبسه ورجع كبستين اخذ لوبا، شيفت كبست كبسه اخذ رينجا. عرفت شو الفكره؟ مشان تقدر تفرقهم. هالحكي كان ايام الماكسات القديمه ما كان قدر عمله بهالاريحيه هي، فعملوا لك كل وحده اختصار شكل. طيب نجي هلا انا عندي بهذا الحكي، راح امسك هي كنترول كبستين اخذ لوبا، هاللوب هذا صرت انت مختاره على دائره الكتله، واضح؟ اذا اجيت لهون على الايديت ايجز بتلاقي في شيء اسمه سبليت، هي السبليت نفس مبدا البريك بالعقد، بس بما انه عم تشتغل سبليت على مستوى الايدجات فهو بيتعامل مو بريك مثل مبدا البريك بيفرط اربعه، بيفرط على فول الايدج.
يعني لما أنا بقول له split فعلا فصلهم عن بعض، يعني العقدة اللي هون ما عادت أربع عقد صارت عقدتين. احترم شغلة حلوة، شو هي؟ إنه هاد أنت كنت طالبه، صحيح فصلوا عن اللي مقابله بس بينه وبين جاره ما فصلوا. عرفت شو فرق السبليت عن البريك؟ بس هي العملية المنطق نفس البريك، إنه أنا فصلتهم عن بعض. هون ممكن تساوي كتير شغلات، ممكن تحافظ على سكيل هذا الإليمنت بما أنه انفصل بشكل كامل صار إليمنت تاني، لأنه أخذت أنا أسوارة على الدائر. وممكن أنا بالنسبة لي يجي قل له هلأ عطيني بهي الإيج، ما هي الإيج هون شو صار عندي؟ هدول إيجات اسمهم إيج حرة. أقوى شيء بمستوى الإيجز هو الإيج الحرة، منطق خلق. يعني أنا فيني أشتغل على مستوى الإيجات هي الملحنة، بس لما بيكون عندي إيجات فيها حرية شوف شو بيطلع منها إمكانيات. أول شيء بقدر لحمهم مع بعض، إذا بنزل لهون بلاقي في شيء اسمه ويلد، بكبس على السيتينجز تبعه وبلش زيد 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 لأنه حرة بترضى تلحم، صارت المسافة لحمهم مع بعض. شفت المنطق؟ وكالعادة بيمسك المنتصف الهندسي بيلحمهم مع بعض. أنا ولساته الأمر شغال كبس كنترول، ضفت هي الإيج وهي الإيج ضمن المسافة لحمهم مع بعض، قام طلع معي شباك. هيك بنسوي الشبابيك اللي كذب لك؟ لا ماشي مو هيك، لأنه أنا مو هدف ساوي شباك، هدف تفهم التلحين. وانت لما تكون عم تشتغل بتفهم شو بدك تساوي، اوكي؟ بس اذا هيك كان شباك هيك فهي طريقه. اكيد ما حدا حيتعلم قد كوي ليساوي شباك هيك، اوكي؟ الا طرق كثيره لسه جايتها. النقطه اللي بدي اصل لها، الموضوع الادج الحره شو فيها فوائد كثير مهمه. اول شيء التلحيم بمستوى الايدجز شرطه تكون الايدج حره، يعني ما بيرضى يلحن هي الايدج مع هي الايدج، مستحيل يرضى يلحمها. شو قصدك مستحيل يلحمها؟ ليكون على بوليجون واحد وقل له عطيني ولد وعطيه القيمة اللي بدك ياها، ما بيلحمها. راح ضيف معهم هي وهي استاذ، ضيف يلي بدك ياها، انا عطيتك قاعدة فقهية. تلحيم الإجات شرطه تكون الإجين حرتين، شرطه شرط اساسي. اذا واحدة منهم مو حرة ما بيشتغل. شو معنات إج حرة؟ يعني طرفية، اوكي؟ طيب نفس المنطق التارجت ويلد. تارجت ويلد شو يعني؟ كان بتتذكر تارجت ويلد بالعقد انه انت تمسك ايج تسحبها لعند ايج، تارجت ويلد امسك لي هي جيبها لتحت، فبدال ما كان عم يسحبهم للمنتصف الهندسي صار يجيبها لعند هي. وبنفس المنطق بمسك هي الايج بجيبها لعند هي، شفت شو صار؟ وبنفس المنطق بفتل شوي بجيب هي الايج المايله الحره لعند هي، كمان هي حره. هيك بنساوي الشكل اذا كان متأخمه هذا الاصل، بس هذا عم بيورجيك شو عم بيساوي التلحين لما عم بيلحن بطريقه الولد. عم يسحب الايدج ولانه ملحن مع اللي جنبه عم تميل مع هاي اللي جنبه، عم بيصير في قطعه مايله اللي هي هي. طب بركدا استاذ انا كل هالحكي ما بدي اياه، يعني انا ما بدي، اوكي من هالطرف انا قبلان يكونوا هدول هيك، بس من هون انا معتبر هون في عندي عمود وزاويه عمود فهي مغلقه بشكل عمودي. شو المبدا تبع الشغل؟ عندك طريقتين، طريقة الكمبيوتر طريقة المانيوال. الكمبيوتر شو بيقول لك؟ في شيء اسمه بريدج، يمسك لي هالإج الحرة، كمان منطق الشغل بالبريدج كمان إجات حرة، يمسك لي هالإج الحرة ومسك لي الإج اللي بدك يوصل بريدج عليها. شفت الغلطة اللي صارت؟ عطيته أندو 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 لأرجع من الأوامر تبع الويلد، طلع منها خالص، ما في شيء أمر شغال ويلد. اخترت هالإيج ورجعت اخترت هالإيج، لسه الآن براسه أمر الآخراني تبع الويلد لأنه الأندو. بغض النظر بالأمر من ما طلب لسه عم بختار وما في أمر شغال الآن براسه من كتر الأندوات. طب شو بعمل لحتى أخلص منه؟ بتقول له ويلد أمر جديد كانسل. فهمت شو قصدي؟ بتصير تعليقات أندو بالإيديت كولي هيك، أنه أنت عملتي شغلة أندو 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 رجع أمنت رجعت اخترت قام طبق الأمر مع أنه هو ما لي مشغله بس هو بيعتبره داخليا مطبق. بقوم برجع بطبقه نفسه وبلغي لفكه من مخه. هلا بجي اخترت هدول الإجين وبجي بقول له عمل لي بريدج بيناتهم. باللحظة اللي بطلب بريدج اللي بيعمله انه بيضيف سطح، مو بيزيحهم بيلحمهم، بس بيضيف سطح ملحم بالطرفين، وهذا الشيء بيسعدني انا، اعطاني الشيء اللي بدي اياه، طريقة القفلة اللي هون. ومو هيك بنساوي الشباك، هيك بنعمل البريدج. هنا اللعبة، اوكي؟ نرجع هلا في ميزة بموضوع البريدج وعيب بنفس الوقت، انه انا بقدر الامر دايناميك شغال، بقدر اختار معه هي الايدج صار يدول التنتين يربط بريدج مع هدول، وهي الايدج قام لحاله فهم كل واحدة مع المقابلة، بيجي بختار هي الايدج وهي الايدج،
بيجي بختار هي الايدج وهي الايدج. اذا نطيت لهي الايدج بفلجو لانه بده يجي لحمها معه بيقول لك ما مع مين لحمها بالضبط، وبتختار له هي مقابله بفلجو بزياده هي وهي وهي. لهيك اجباري اذا بدك تشتغل البريدج المفروض تشتغله بمبدا الجروبس مع بعضك. كيف انا بختار هي الايدج وهي الايدج وبختار اللي مقابلهم هي وهي، هدول جروبين، وتبقول له بريدج بيربط لحاله بيناتهم. اذا بختار اي عنصر برات الجروب التحتاني او برات الجروب الفوقاني فوتو بالحيط. انا قادر كمل الجروب الفوقاني وكمل معه التحتاني صح. طب استاذ بركض انا بدي ساوي الزاويه الثانيه، بتقول له يس وبترجع بتختار هذيك الايدج وهي الايدج مع اللي مقابلهم. وطبعا ترتيب الاختيار مو مشكله، المهم جروب مع جروب متصل، وبترجع بتقول له بريدج. لقطهم بهالطريقه انا ساويت اللي بدي اياه. وسلوى يا سلوى، واضحه الفكره؟ هون بيجي عندك بقى انا في عندي اشكاليه. شو هي الاشكاليه؟ انه هالطرفيه هي ما بدي اياها زاويه مايله، شلون بدي اجلسها تكون عموديه ما تكون زاويه مايله؟ بسيطه، امسك لي لاقول لك الايدجات هي الايدج وهي الايدج، اذا مسحتهم شو بيصير؟ ديليت، مسح السطح المرتبط فيهم. طلع عندك هون ايدج حره وهي ايدج حره، صار فيك ترجع تقول له هي الايدج الحره مع هي الايدج الحره اعطيني بريدج بيناتهم. ما في داعي فوت على السيتنجز لانه ما ضيع لك وقتك بتفاصيله، فلهيك انا راح اقول له بريدج مباشر ربط بيناتهم. هون في مشكله عم بتصير انت مالك حاسس فيها، راح اقول لك شو هي. عندك هي الايدج الى عقده لحالها وهذا السطح لحاله، يعني هذا الخط مو مفصول، هون صار في له سطح له عقده هون وسطح مستمر. هاي العلاقه مو مثل ما انت شايفها مزبوطه، لحتى تكون مزبوطه واصولا هيك لازم تكون. شو يعني استاذ؟ لازم يكون هذا الفاضي، امسك هي الايدج زيها موف اميلت الخطوط اللي جنبها، بقوم شو بقول له انا شيفت مع موف طلع لي سطح منها. عرفت اللعبه؟ دائما بالإجات الحرة تطبيق شيفت مع أي أمر من أوامر الترانسفورم بيطلع سطح بلغة هذه الترانسفورم. بلشت القوة تبان تبع الإجات الحرة، وما بيصير هالشي غير بلغة الإجات الحرة. يعني بالبوردر بيزبط استاذ؟ يحرق ديبك، ما البوردر هو إجات حرة. فهمنا الفكرة؟ فلما بيجي أنا هون مو بنزله شوي حررت سطح، بشغل النقاط المميزة بقول له خد لي نفس زد هي العقدة. هلأ صاروا هدول التنتين على نفس السوية. نفس الفكرة، بمسك هي الايدج بقول له اسحب لي مع الشيفت من زد هي لعند زد هي، هلأ صاروا نفس السوية. هلأ بقول له بين هي الايدج وهي الايدج اعمل لي بريدج. كلامك صار بناء نظيف. فهمت شو قصدي كلمة بناء نظيف؟ يعني لما بتفوت على العقد بتلاقي هي العقدة هون الموجودة اللي شايفينها هون هي فعلا ماسكة طرف فيس هون فيس هون فيس هون، مو مرة ماسكة طرف جزئي والتانية ما في شيء نازل سطح كامل. وهون بصير عندك فكرة لطيفة، إذا بختار بدلالة ignore back facing window selection وبيجي بتطلع F3 ما في شيء وراك، كم عقدة؟ قال لي two vertices، مزبوط كلامك، واحدة جاية من اللي نازل على اليمين واحدة جاية من تبع اليسار. إذا بهمك الأمر ممكن تقول له عمل لهم ويلد، كبسة ويلد بيقول لك كانوا 172 صاروا 171 يس، هلأ صاروا دول عقدة واحدة. ونفس الشيء برضو هون اخي كنترول اي كل العقد بيولد زر يمين سيتنجز تبعك، ولد قيمته كتير صغيره ما في غير وحده كانت فلتانه مني رجع لحمه. الشرط اللحن دائما الكتله بقول لك لا، بس في اوامر معينه جايين لقدام يشترط تكون ملحمين، بس بالهندسي مو شرط تكون ملحمين. بيناتنا السطح او الموديلنج النظيف غالبا بيكون ملحم غالبا. هون عندي مشكلة، شو هي يا حزرك؟ مسيك هالعقدة وزيحها لبرا. فهمت شو قصدي البناء مو نظيف؟ لأنه أنت لما ساويت هاي بريدج ما احترمت وجود هاي. طيب شلون بدي زبطها هلأ هاي؟ أنت مضطر تعمل ببساطة شديدة بين هالإج الطويلة هاي وهالإج الطويلة هاي غير الإج الطويلة هاي اللي هون والإج الطويلة هاي اللي هون. فهمت شو القصد؟ الإج الطويلة اللي هون مع هاي وتقول له عمل كونكت، هالكونكت اللي ضافه بقيمة واحد بالنص تماما يس، ترجع هلأ صار في هون عقدتين فوق بعض تسلخ ليهم ويلد بهالطريقة هون 172 171 تمام الكلام. يلا تعال نمسك العقدة هاي أو نمسك الإج هاي
مسكنا هي الايدج زحناها زاحت مع جارتها رجع هون في تنظيف. ليش انت شاغل بطريقة غلط؟ فهمت شو قصدي؟ طريقة مودلينج تبعك انت مقطع موصل ما عم تطلع المش من بعض البعض، فبدك تنتبه لهذه الحركات. انا بسيطة كثير شغلتها ما فيها شيء، مسك لي هذا السطح وهذا السطح البوليجون امحيهم. عندي هون كان المفروض انت هون عندك هي الميل، كان عندي هون بدي اضيف المفروض كونكشن توصل بين هالنقطة وهالضلع. لهلا ما علمتك كيف تضيف بين نقطة وضلع، ليش؟ قلت لك في اوامر كثير لسه ما اخذناها، بس رح مشي حالي وقول لك بامر معين اجي اقول له اعطيني شغله معينه مو الهدف على ماكياها هلا، بس تعرف انه وي كان دو ات. ضفنا هون ضربه واجينا ضفنا هون ضربه ثانيه، ليش عم تضيفهم هدول استاذ؟ مشان يصير عندي بلغه الايدجز 1 2 3 4 1 2 3 4. طب ليش مو هذا بوردر؟ وشفت المشكله اللي اخذها كمل لهون لانه مو ملحمين بهالقرنه. املي فوت على مستوى الايدجز، املي هدول الايدجات، قيم الفوقانيه قيم التحتانيه، مين صار السلكشن؟ هدول الايدجات، وسلخوا بريدج بيناتهم بيقوم ما بيرد. انا الترجيكي ضحك علي ما طيب. بنقول له هي مع هي اعطيني بريدج اخذها، هي مع هي هي اللي ما اخذها. الاشكاليه هون شو صار؟ الاشكاليه بحكم الخبره البسيطه تبعي هي القرنه كم عقده؟ تنتين. لحم لي اياهم بمعيتك، لما لحمهم هلا بشوفك عم تضحكي، من اضحك اخيرا اضحك كثيرا. رجع على الايدجات، املي الشغلات اللي ما بدك اياها، املي الفوقانيه كايدج، املي التحتانيه، اعطيني بريدج بيناتهم. لقلك لسات عندك مشكله هون، عندك مشكله هون. ايوه طيب سمعان مبدا اللي غصبا عن راسه، امسك لي هي الايدج وامسك لي هي الايدج وامسك لي هي الايدج، شيفت وزيحهم على هذا الاتجاه. شو سويت هلا؟ بتتذكر التارجت ويلد؟ اسحب لي هي لعند هي واسحب لي هي لعند هي. شو صار عندي؟ عرفتي شو امكانيات الايدج بولي؟ ليش في تارجت ويلد؟ ليش في كذا؟ مشان لما بدي يلزنك شغلات تشنكش معين من شيء معين، عندك ادوات كثير تفصيليه قويه. مو كل الناس بيعرفوا الادوات على فكره. ما انا حاولت، بس هون الفكره انه بهالحاله هي بالذات طريقه الكونكشن اللي هون خليته ما قدران يفهمون هدول ياخذوا مع بعض، لانه مو يعني طريقه تتذكر هو بياخده ككتله مو ملحمه. لما كان هذا من قبل، لما كانوا هدولين 1 2 3 4 ماسحهم واجيت قلت له البوردر، انا بالمنطق الطبيعي عم شوف انه هذا بوردر، قال لك لا هذا كله بوردر لانه في عدم تلحين بيناتهم. لحمت له هالعقده ما شافها، بس اذا بيجي بقول له اعمل لي بريدج بين هي وبين هي مثلا، اعمل لي بريدج بيناتهم، ما رضي لانه هدول بالذات على حاله معينه. هلا انا فهمانه ما ادري اشرح لك اياها بصراحه، لانه هي هون مشاكل بيشتغل بتقولي يا اخي كل مره بيشتغل شكل، لا هو دائما عم يشتغل نفس الشغله، بس طريقه المودلينج تبعك انت بها القرنه كربجته. خليني امسك هي العقده لزوم وارجع لورا. شو العقد هون؟ عقده 100 وكذا كذا، ممتاز. معناته انا راح اعمله، راح امسك هي العقده واقول له اعمل لها بريك بالزر اليمين، كسرتها. هلا لما كسرتها صار عندي هي الايدج مع هي الايدج، اعطيني اياهم بريدج بيناتهم قبل. ليش؟ لانه قال لك انا ما فيني اعمل بريدج مع يعني عقدتين او يعطوني سطح واحد، مع واحد وواحد اوكي، انا كسرتهم حررتهم من هالقرنه. بينوا لك انه هن مو مكسورين، هن فعليا بنظره هذا تلحين لجهه وهذا تلحين لجهه، بقدر اعمل بريدج بيناتهم. لما عمل بريدج بيناتهم صار عندك باللغه البوردر، صار هذا بوردر لحاله وهذا بوردر لحاله. فهمت شو قصدي؟ يعني في حركات هي بالفقهيه تبع الامر شغاله صح مثل ما عم اقول لك، بس انت اللي شايفه مو تماما طابق على الشيء اللي انت متخيله، وبيطلع بيقول لك يا اخي كل مره بيشتغل شكل، هو دائما بيشتغل نفس الشغله، بس بدك تشوف هو شلون فهمان الكتله مو اكثر. anyway انا بالنسبه لي راح امسك هدولين الاسطح، انا عم حاول ورجيك انه مع كل التخبيص اللي انا خابصه انا قادر اطلع بحلول ظبط وضعي. لبين ما ظبط وضعك وكذا اخي محي ورجع عيد، ممكن يكون أزكى أنظف
احسن ما تقعد تشنكش حالك، بس انت قادر تشنكش وتضبط امورك. يعني مثلا جينا قلنا له مثلا هدول الشباب الطيبه اعطيني بين هاي على مستوى الايدجز، امسك لي هاي الايدج موف والشيف تنزل لتحت، لما نزل لتحت نزله قد ما بدك ورجع زيحه بدلالة النقاط المميزة نفس الزيت تبع هاي. شو صار هالعملية اللي أنا سويتها؟ كان ممكن البريدج يخدمك فيها، خلصنا. هلأ ترجع بين هاي الايدج وهي الايدج، شو بديك تعمل لي كونكت؟ عندك مشكلتين. المشكلة الأولى أنت مختار هاي الايدج ومختار هاي الايدج، استاذ ما مش عارف ياخذها كله منك، لا اتش اتش. ثاني مشكله وهي الاكبر، شو الشرط الفقهي للكونكت يا جماعه؟ الشرط الفقهي مو كيف يطبق انه على شو شرتين؟ لا، شرط الفقهي للكونكت على بوليجون واحد. هذا بوليجون، ها لا معناته مستحيل يعمل كونكت. مو الفكره انه عم يوصل لك خطوط، الفكره في بوليجون عليه عم يقسم خطوط. انا هون عم اضيف فضاء ما بيشتغل، فهمت شو القصد؟ يعني لما بتجي بتقول له عمل لي كونكت، لو كان حكيك مزبوط انه هذا مو بوليجون، هذا عفوا مو فراغ، هذا بوليجون، اذا مسكته خود بقى هلا رجع لحم العقد كلها، لحتى في شغلات هربانه منه، ولد لكل العقد بقيمه صغيره وقل له هذا البوردر اللي شايفه راح اعطيه امر كاب سكر لي، صار بوليجون. هلا صار كلامك صح. شو يعني صح؟ صار هالايدج بيرضى يعمل لك كونكت، بس مو يعني يرضى يعمل لك كونكت يعني حيعمل كونكت مع كل هي، بيتعامل مع كل ايدج لحاله. يعني صرت اذا بقول له اختر لي هي واللي فوق او اللي تحتها واللي تحتها، يلا اعمل كونكت بيناتهم، شوف شو بيصير بسماء. مسك من نص هي لنص هي لنص هي ولنص هي، بيطلع بيقول لك انا هيك ساويت على هوا، ما فهمت، هدول التنتين ما قادر يلقطهم. ليش عم يشتغل هيك؟ لانك انت مو فهمان شو عم بيصير. طب انا شلون بدي ساويها هي بدك تجيها من الطرف الثاني يا استاذ؟ شلون يعني من الطرف الثاني؟ يعني من هون بدك تمسك هدول الإجات وتسحبهم مع الشيفت ليطلع لك هالكونكشنز اللي بدك اياها. فهمت شو قصدي؟ هاي تكنيك اثناء شغلك بالإيديت بولي بتصير بتحس فيه ضمن الفقهيات تبع الحكي تبعه، انه عشان ما تفهم ليش عم يعمل هيك وليش عم يعمل هيك. وكله هذا ان شاء الله مثل ما قلت لك على شويه استخدام لقدام تتعرف عليه اوضح. مسك الإيديت بولي طير لي اياه كبيته ورجع نضيف، رجع طبق إيديت بولي جديد، لنرجع نحكي شغلة تانية بالنسبة للإيدجات. بالإيدجز عندي أنا بوكس من تحت رح زيد تقسيماته، بما أنه صار عندي شغل على الإيدجات أنا من هون أمورك تمام. فتنا على الإيديت بولي، شوفي عندي بخدمات الإيدجز، أو أول شيء حكينا السيليكشنز تبع الرينج واللوب واختصاراتهم بالماوس، انزيل على الإيديت إيدجز. شوفي عندي شغلات، عندك في شغلة اسمها split عرفناها اللي هي نفس روح البريك بس بلغة الايج. عندك شيء اسمه الريموف، شو هي الريموف؟ نفس الريموف تبع العقدة، لما انت بتمسك ايج وبتقول له delete بيمسحها هي وكل شيء مرتبط فيها ثقب. لما بتمسك ايج وبتقول له يعني مثلا انا مسكت هدول ايجين قلت له delete مسح اعطاني ثقب، لما بقول له backspace اللي هي الريموف مسح الايج وترك لك البوليجون. بس إذا بتروح على مستوى العقد بتلاقي لسه في عقدة هون، وهي على فكرة واحدة من الشغلات يلي بالكاركتر رائعة بالهندسة ما بعتقد كتير رائعة. مثلا أنا عندي هاي الكرة هطبق عليها إيديت بولي، لما بجي بقول له إيديت بولي مسك لي هالإيج كنترول دبل كليك، شو ساويت؟ أخذت اللوب تبعها راح أقول له باك سبيس، فرقت شي تكسيرتها؟ راح امسك هالايدج كنترول دبل كليك باك سبيس، ملاحظ معي لساتها كرويتها؟ اذا بتوقف على الفرونت تبعها بتلاقي فعليا ايم الجريد، بتلاقي فعليا لساتها اخذ الانحنائيه لانه العقد اللي ماسكه هذا لساتها نفسها. طب شو فرق؟ فرق انه هذا صار يعتبره بوليجون واحد، شكله مو منحني، شكله مكسر، يعني ما له مسؤول عنه، هو مسؤول عن هاد وهاد وهاد، هدول على مسؤوليتك انت ماشي. انا لسبب ما بالكاركتر ممكن يهمك، انا ما بدي هالايج بس بيهمني تضل الانحنائيه تبعه. لما بتجي بتقول له اعطيني هدول العقد، وهي واحدة من الشغلات الحلوه ضايفينها بالنسخ نسبيا الجديده 2010 او اعتقد 2011 وطالع، اذا كبست على عقده شيفت وعقده جنبها بهالاتجاه بياخذ
يا حج محمد. تمام، بده يكون في كونكشن بيناتهم ليفهم عليها اللوب. اذا كبست على عقده وكبست شيفت على عقده بهالاتجاه هاد، بيفهم بدك هذا الاتجاه، نسميه لوبة. او مسكت هون بهالاتجاه هاد، بيفهم بدك بهالاتجاه. بس لاحظ، وصل لهون بعدين هون، هو معتبر انه هدول مفصولين عن بعض. ليش؟ لانه انت عملت امر معين بطريقة معينة غلط، مسحت اجاد، غيرت له طريقة تفكيره بالكتلة. فهي النقطة اللي انا مثلا بدي امحي هدول العقد، رح اروح على الفرونت، انا برأيي هي احسن حركة، وقل له العقد هدول لأسرع سيليكشن لكم، اختاركم ويندوز سيليكشن لهدول الصف. إذا بقل لهم backspace شو بيصير؟ مسحة العقد، مو delete. delete مسح الأسطح وكل شيء مرتبط فيها. هاي backspace شو بيصير؟ عرفت شو كان بده يطلع لو كنت أنا ماسح الإجات كلياتها مع عقدها؟ كان هيك المفروض يرجع هذا polygon مستوي كامل. ما بتفيدني إلا بالكاركتر هذيك الحركات. أو أنت فهمان شو عم بتساوي؟ ساويها. إذا كان ولا بد أنا لازمني أقلل عدد إجات، يعني مثلا مثل بالكتلة هي اللي موجودة، بتتذكر نحن تعلمنا أنه أنا فيني ضيف إجات بالكونكت. طيب أنا بدي أقلل عدد الإجات، يعني مثلا أنا بدي نزلهم هدول من فوق لتحت، فما لازمني هالتكسيرات. فوت على الإجات وبقول له هل إج كنترول هل إج ضاف سيليكشن لوب الاثنين. فهمت اللغة؟ إذا بقول له باك سبيس ضل في عقد، اما اذا بقول له كنترول باك سبيس بيمسح الاجات وعقدهن، وبهالطريقه بكون قللت عدد الاجات مع الاسطح طبعا بيمحيها. بقى الفكره الحلوه هون وين؟ انت مو دائما بتحط الاجات ودائما عم بتزيد، اوقات بتحط الاجات بتلعب الشكل اللي ينحت مثل ما بدك، بتضيف له اجات، بتلعب ترجع بدك تعدل تعديله معينه، بتمحي اجزاء من اجات، ترجع بتضيف. عرفت اللغه؟ فعمليه محي الاجات هي لتوصل للتكوين اللي بدك اياه. هلأ صار فيك تمسك هدولين الإجات أو العقد اللي بدك افهمهم وقل له زيحهم لتحت. شايف نزلوا كل الطريق لتحت، بس يا الله مديها للآخير، بتقوم ترد بترجع بتختار هي الإج كنترول هي الإج هي الإج هي الإج، اخترتهم وشو بتقول له؟ بدل ما بس له كنترول كل مرة دبل دبل دبل، بقول له لوب. عطاني لوبهم على الدائر. ليش؟ مشان أنا بدي نزله ينزل بالميل. كنترول باك سبيس. هلا بقى نضفت شيء هون حسب ما هو فهمان، فلشت البشريه تبعه انا، لانه هو فهمان الكتله بشيء وانت نقصت له عقد معينه. برجع بقول له اعطيني لهي الايدج، هلا هالقصه هي نزل لي اياها لتحت، شوف هون شو حيصير. شفت لهي في مشكله، لانه في مشكله بطريقه بنائك. ليش انت بنيت وزدت له اسطح بعدين بدك تمحي مشان الاصل لتعطيه هدول ونزلها؟ بس ايه قادر انك ترجع تقول له اخي هي الايدج يلي طلعت معي مزعجة، أنا بالنسبة لي كنترول باك سبيس محاها ونظفها، رجعت سطح نظيف ومال مثل ما بدي. وبصراحة هي الإج وهي الإج وكل اللوب تبعها يلي مرتبط معها هو شايفه كنترول باك سبيس، رجعت نظفت لك الشكل تبعك. فهمت القصد؟ يعني أنا عم أرجيك بالإديت بولي أنت قادر تعمل كل شيء، بس ليش لتجعلك حالك ولا تعمل كل شيء؟ اشتغل نظيف. لما بتكون مختار إجات وبتقول له باك سبيس بيمسح الإجات وبيترك العقد. كنترول باك سبيس وانت مختار إجات بيمسح الإجات والعقد تبعها. الليد دائما بيحذف كل شيء ارتباطات معها، بيتركها صفر. هلا هون الأصول كانت انه انا هاد ما يكون البوكس معمول هيك، المفروض يكون الحد الأدنى. مجرد ما اطبق له edit poly امسك الايدج بزيحها، الكتله مرتاحه وانا مرتاح. عرفت شو المنطق؟ بس لما بيكون عندك شيء انت قادر تلعب، اضافه ايدجات ممكن تكون بالكونكشنز كونكت، وام ايدجات ممكن تكون بمستوى الايدجات كنترول باك سبيس، ما تنساها مشان موضوع يقيم مع العقد. طيب رجع زد لي هون شويه تقسيمات لنفوت فوتتنا على شويه شغلات زعبرجيه، هيك هيك ونقول له هي هيك هيك. بالايديت بولي عندي في منطق حلو، خلينا نزيد هون. ولك بما انه احنا نشتغل بالإجات نتباهى بحالنا شوي، يمسك لي هالإج وهالإج، شيفت مع كنترول، كنترول مشان يضيف للسيليكشن، شيفت لياخد الرينج لياخد الرينج. عرفت الفكرة؟ اعطيني كونكت بيناتهم، ضف لي كونكشن. اوكي يمسك لي هالإج والرينج تبعها، اعطيني سكيل
عم يسكلجها فعم بيغير المسافات اللي بدي اياها. فهمنا اللعبه؟ احسنتم. كشكل كتله خارجي ما دخله بالتوبولوجي يعني هيك عم بيشوفه الماكس فعليا بهالطريقه. اذا بقول له هي اف 4 من الايدج فيسز الماكس شايفه بالنتيجه هيك طالما التوبولوجي على نفس السطح لو بالميل بس تطويريا للبناء بيختلف معك. كريندر بتكسي ماده بيتعامل معه السطح طالما هو مستوي مع بعضه البعض. بس انا اللي عم بقوله انه لما بتكون بمستوى الايدجز ومختار هدول الشباب الطيبه وسكلجت فهو عم بيسكلج العلاقه بين هدول العقد ولانه هدولك ملحمين معه شو عم بيساوي عم بيسحبون معه ولانه على الكل رينج فسحب كل الايدجات. انا اللي بقصده هون طريقه تحكمات معينه. استاذ شيفت مع موف شو بيعمل هون؟ اذا مسكت هي قلت له شيفت مع موف شو بيساوي؟ شيفت مع موف ما عم يعمل شيء عم يعمل موف. ليش ما بيطلع لنا سطح بالعاده؟ قلنا لك اهم شيء الحريه هي ايدج محرك. وبزماناتي صرخت تصريخ والله وكنت رح اروح فيها بيناتنا المالكي عم كذا. وانا ليش انا هلا مركز كثير؟ لانه بزماناتي صرخت يعني كنت عم بحكي عفوي حكيت وكذا اجينا الدرس اللي بعده استاذ ما زبطت معي هي شيفت موف. انا ما كان خاطر لي انه يكون غلطان هالغلطه وانا بينك ما كنت على عيده كثير يعني. اجى بقى انه قلت له ليش ما عم يزبط معك شيفت ومسك استاذ جربته وكذا ما كانت تزبط. قلت له تكون الايدج تبعك مو حره. قال لي لا الايدج حره استاذ وكله تمام. طيب هات ملفك حامل ملف واخذت حطيت نفس المبدا هيك. قال لي استاذ هي ما عم تنزاح معي ليكو شيفت وكذا. عرفتي شلون نفسها هيك انه ايدج منه يعني. انا شو سالتك؟ قلت لك اهم شيء تكون الايدج حره. انت قلت لي ايش يعني ايدج حره؟ صفن نفسه هذاك اللي بيصفن سطل المي صفن. قلت له اهم شيء تكون ايدج حره. ايدج حره يعني هيك هي اسمها ايدج حره تمسك شيفت بتسحب منه بيطلع هذا السطح. اهم شيء الحريه اهم شيء. وعاد صرت عيط عليه انا بعد صرت هيك بالايدج بالايدج وعن جد عم بحكيها محمود. اهم شيء قوه الايدج بالحريه تبعها وليس تكون مربطه. الايدج المربطه مو يعني زباله بس الايدج القويه اللي انت عاجبتك فيها امكانيات هي الايدج الحره. هي اللي فيها تلحم هي اللي فيها تسحب منه موف وروتيت وسكيل هي اللي فيها شو فيها كمان الجات الحره تلحم وتسحب منها احرادي بقى شو بدك اكثر من هيك. والبريدج يعني اللي هو يعتبر كانه سحبتي منه بريدج. طيب انا هون بدي فوت هلا اول فوته هذا الايدج اللي هون. اذا جيت قلت له في عندي اكسترود وتشامفر نبلش بالتشامفر. تشامفر طلبته شو بيعمل التشامفر؟ نفس اللغه اللي بنعرفها بالعقد بس على منطق الايدج. شو اللي عمله؟ مسك اطراف العقد اخذهم على الايدجات اللي رابطين اخذ المسافه هي من هون اخذ المسافه على ثلاث ايدجات شفتها وعلى طول الايدج عطاك توازي. هلا اثناء الامر مو شغال ضفت هي الايدج للسيلكشن فصار على الطول ضفت هي صار على الطول. اذا كبست له دبل كليك شو بيفهم؟ لوبا عم صار كاني ضفت ايدج على داير ما دوره وبحدد مسافه البعد تبعها من هون صرت. هي واحدة من الحركات اللي ممكن نحن نعتمدها على فكرة بشو؟ أنا مثلاً هذا أمسك كنترول دبل كليك زحلي ياهن لفوق شوي حطهم بهالمكان. أنا بدي أعمل فرزة على داير البناء. شلون بدي أعمل فرزة؟ بقول له تشامفر لكل الداير هاد مسافة 10 سنتي وقول له يس. شو فهم الحجي؟ صار عندك هون أسطح أنت قادر تنحتها بشكل مستقل تحفرها لجوا. نحكيها شلون نحفرها لجوا بس صار عندي هدول انا قادر احفرهم لجوا يعطوني هالفرزه هي. فهمنا الفكره؟ طيب اعطيني اغي. فهمنا الفكره؟ انا قادر اعمل فرزه بالنسبه لكنبه انا قادر اعمل فرزه بهيك شيء يعني انت قادر. هي واحده من الحركات. من الحركات الثانيه انا اشتغل بمنطق لا على الحرف مو على السطح. شو يعني؟ هي الايدج اللي موجوده عندي اذا مسكتها وقلت لها ضيف هي معها ضيف هي معها شفتي معلق امر التشامفر. برجع بقول له مره ثانيه مو مشكله تشامفر بدي الغي بلغي انا عاجبني راح اقول له مع اوبن. هلا طلعت علبه محارم طلعت علبه المحارم ما بتتساوى بالفيرتسز بتتساوى بالايدجز اضبط. فهمنا الفكره؟ اذا بدك تساوى علبه محارم هلا هو مو هذا المنطق بس هذا الشكل.
وإذا بدك بتضيفي عليهم هي الإج وهي الإج بيطلع عندك هي الفتحة هيك هي الإج وهي الإج. شو عم بعمل أنا؟ السلكشن اللي معتمده هو هاد طبقت عليه تشامفر بقيمة معينة فتح ولأنه قايل له open فرغ. أوكي؟ طيب عجبني هذا الحكي، رح أفترض أنه عاجبني وأنا فتحتهم لهالمسافة هي، بيجي بقول له أوكي هلأ عندي هي الإج وهي الإج هي الإج وهي الإج، حابب أعمل لهم شطفة مائلة تشامفر. شو عرفك أنه هدول نقيم الفتح؟ شو عرفك أنه هدول رح يشطفوا شطفة مائلة ما رح يعملوا مثل هدنك؟ لأنه هدول طرفيات، هدنك بالمستوى الجواني عطوني توازي، هن مو توازي، هن زاحوا على الإجات اللي جنب منهم، هدول اللي على الطرف زاحوا على الإجات اللي جنب منهم، قام وصل بيناتهم طلع بالميل. فمن هون بيجي عندك نفس الفكرة، بيجي واحد بيقول لك أستاذ أنا إذا حبيت أشطف هالحرف هاد، شفتوا هاد الحرف؟ حاب أعمل له شطفة. إذا بتروح بتطبق ليها بمستوى العقد غلط، غلط تختار لي هدول العقد ignore back facing، يختار لي هدول العقدتين وهدول العقدتين. لما بتقول له تشامفر فيهم شو بيفهم عليك؟ كل عقدة عم تعمل تشامفر على الإجات اللي جنبها، بيطلع معك مقرنص مكسر ما بعرف شو بتسميه. انت بدك تشامفر لكل الحرف، تنتقل للإجات الحرف كله بتقول له عمل لي تشامفر فيه، والتنتين صح كلغة تشامفر بس مو التنتين مثل ما بدك. تعريف الفقهي للتشامفر يا ماما، التشامفر بيمسك العقدة بياخد على الإجات الرابطة عليها مسافة بيوصل بيناتهم. لما كان التشامفر على الحرف قام عطاني شكل مكسر فراغي، لما كان التشامفر إجات مسك كل إج سحب يمينه ويساره ووصل، مسك الإج الفوقانية مسك الإج التحتانية سحب على يمينه وعلى يساره. وبتطلعي بالحرف بيبان معك إنه العقدة اللي كانت على الزاوية هون سحب على يمينه وعلى يساره لأنه ما كان في عندي غير يمين ويسار فايتين فيها. إذا بقيم هي الإج اللي هون بتلاقي هي الإج شايفتيها سحب على يمين سحب على يسار وطلع معه انه هي تشامفر هيك، والكمالة اخذها بالربط مع اللي جنب توازيها كملها. فانت اذا بدك تعملي تشامفر من هالشكل هيك بتعملي بالإجات مو بالعقد، العقد بيشتغل على كل عقدة لحالة بيسحب على اتصالاتها. اوكي اعطيناه هذا الكونكشن، كل عام وانتم بخير. بيجي بقى الاكسترود، هذا اقدعها شباب طيبة. شو بيعمل الاكسترود؟ بيقولك الاكسترود ببساطة انا عندي هون ايج وعالداير ما دور اخذت الرينج تبعكم، وقف هون. ليش؟ لانه قلت لك هو فهمان في فرق اتصال مع بعض مو كتلة واحدة، بنظره هون في شيء كسر نسميه الهارموني تبع الاستمرارية. اختار لي ايج من هون واختار لي ايج من هون وعطيه هون رينج تبعكم، كل واحد بياخد الهارموني تبع كمالته. ضف لي هي وضف لي هي. ليش؟ انا حابب لما يضيف كونكشن يضيفه اسواره كامله. ضفت السلكشن بدي اياه، اعطيني كونكت بالزر اليمين بلش يضيف. شفتي هون شلون كسر بالميل؟ لانه الطول اختلف. انا ما عندي مشكله يختلف مثل ما بده، سلايد زيحه للقرنه اللي قريبه لهون. هي طريقه لاحظ عم يحترم التوازي قدر الامكان، عم يجيب لي يوازي مع اللي جنبه، هون عم يحترم التوازي ينزل معه بالنزول. انا ما بدي اياه، ممكن تحطه يكون لتحت هون مثلا وتقول له بعدين موف، بس ما عاد احترم التوازي. فهمت اللغه؟ هي واحدة تانية من الحركات. يعني انت هون بتحدد اللي بدك اياه. راح اقول له اندو واندو كمان، ارجع اعطي كونكت مره ثانيه، اسلحه بالسلايد، احترم التوازي بهالزاويه هي، قل له يس. وشو ارجع اعمله؟ نزله لتحت على ميلته. فهمت شو قصدي؟ انا هي حركات عم بتفزلك فيها، هي مو من الامر، هي من انت شو عم تستخدم الامر. هلا بقى يلي عامله هون، انا بدي توازي معين عطيني اياك تشامفر، انا وماسك كل الدائر بقيمه التشامفر بيعطيني توازي عنه. هي كاني انشات ايدج ثانيه، صاروا ايدجين بدل ما كانوا ايدج. حل استاذنا نعمل فرزه. حل ثاني فيك تقول له اكسترود، اكسترود للايدج. شو مبداه؟ نفس مبدا فكره اكسترود الفيرتكس بس مستقيم. شو قلنا؟ لما بتمسك مستقيم وبتسحبه عموديا على مستويه شو بيعطيك؟ ورقه. فهو طلع ورقه، ومشان تكون واضحه القصص طلع هيك، شايف سطحين.
هي الإتش طلعت سطح من هالطرف سطح من هالطرف ورقة، هن فعليا ورقتين مو ورقة، بدليل قالوا له إذا بتفتحي السخانة تبعهم الويدس من تحت شوي بيبان معك شو قصدي. عرفتي شو قصدي؟ هدول ورقتين كانوا لازقين ببعض، أنا بعدتهم عن بعض وطلع عندي هذا الشكل. أوكي؟ إذا بتقيم من السيليكشن تبع الإيجز هدول يلي هون وقمت هدول يلي هون وفتلت قمت هدول يلي هون، بتصير بتفهم هون القصة. لاحظي شلون قفلت آخر شيء عقدة هون، قام أخذها بنفس أسلوب الإكسترود تبع العقد والإكمالة تبع الإيجات يلي هي الإكسترود قيمته صفر قيمته صفر، هون عقدة اعتبرها أو طرفية عقدة. لما بتقول له طلع طلع عموديا مستوي، بتقول له افتح الثخانة من هون بيفتح يمين يسار وعند العقدة بيفتحها بشكل الهرم. بالعكس فوت لجوا، لجوا شو يعني؟ اكسترودك ماينس، حفر لك جورة لجوا. وهذا الحكي عم يحترم كل شيء على داير ما دور الكتلة. وضحت؟ حبك تضيف السيليكشن، انت هي الايدج تضيف كنترول يمشي هيك يمشي هيك يمشي هيك يلف لعند هي يضيف هي السيليكشن، صار عندك تصور معين تعرفان شو عم بيصير معك. حسيت امكانيات النحت اللي فيك تساويها؟ هلا لسه في بلاوي، بعد ما ساويت هي وطار عليك فيها مسكت بهار. عرفت ليش قلت لك الشغله مو بمستوى واحد، بكذا مستوى، تمسك هذا البوليجون هذا البوليجون زحلياه لهون يهجم اكثر، لا يطلع اكسترود اكتر انت سو جايين عليها ان شاء الله. بس فهمت اللعبة اللي عم تساويها؟ ورجاع مشان يكون الشغلة فيها تخبيص على التمام بمستوى العقد تارجت ويلد، شحط لي هاي لهون. ليش ما عم يرضي عمل تارجت ويلد؟ لك ما في بيناتهم كونكشن. احسنت، بعمل لهم كونكشن او بتضحك عليه، تعال هون واسحاب هاي لفوق، رجاع تعال هون واسحاب هاي لفوق. فهمنا الفكرة؟ عطيني بين هالإيدج وهالإيدج، هاي الإيدج وهاي الإيدج، شو بدك تعمل؟ عطيني بريدج. وضحت القصص؟ تخبيص ليوم التخبيص صاير. هلا عندي بوردر، هذا بوردر شيء؟ اي والله تليكو شايفه بوردر ثقب لأنه هذا المحصور بيناتهم. شو بدك تساوي فيه؟ شو ما بدك تساوي فيه؟ فهمنا شيء؟ جايين عليه شو بدنا نساوي فيه؟ بس حسيت بالإيجز والقصص اللي عم تعطينا إياها. واحدة من الحركات الفظيعة فكرة بلغة الإكسترود إيجز إنك أنت فيك تساوي جملونات، جملون عندك على الطول الإكسترود إيج، يعني مثلا مثل هون عندي هذا بوكس طلع لفوق قلل لي العدد عطيني الارتفاع شغلة معينة هيك، طبق لي إيديت بولي، نمسك لي هي الايدج مع هي الايدج على الداير كونكشن كونكت على الزيرو واحد، هي الايدج اللي هون بدي اياك تعمل لها اكسترود لحالها، طلع يا اكسترود لفوق قد ايه الارتفاع اللي بدك اياه، افتح يا قيمه. لما دق بالطراف كمل الباقي، وصلت هون كل عام وانتم بخير. امسك لي العقد هي، اخ شلون ما قلنا لك مو هناك وصار الاخير ولك، لما مسكنا بهي الايدجات اكسترود طلع للماكسيموم تبعك، عفوا افتح للماكسيموم تبعك طلع كارتفاع وافتح للماكسيموم تبعك فتح، من له هلا يس العقد كله مسك لي اياها كنترول اي، هون في عقدتين 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 ولد، وبيرجع عندك مثل الليره بيقول لك كان 18 صار 12. انا شو صار عندي بهالطريقه؟ هذا الصباح جملوني هون مايل، يعني هيك بنساوي الجملونات؟ بقول لك كمان لا، بس اذا كان عندك شغله ممكن تعملها هيك فالاكسترود بيعمل لك هيك انه بيطلع وبيفتح، بس انت فيك تفتح بالاخير وتلحم ترجع بشكل تاني، وممكن تلعب على مستوى تاني. المجله سمعاني في المجله؟ الله يسعدك اكيد سمعاني بالمجله، برافو. لا كلام صح، الاصابع تبع المجله إذا مسكت هي الإيج وطرت قلت له سكيل عليها، فربت له يلا فربت له المسافة هيك لبرا، بعدين جيت قلت له مسك لي هي الإيج املي بالكيو الزر هذا اللي مو عاجبني هدول الأصابع، جيت قلت له إكسترود، إكسترود بالمنطق الفقهي تبعه بيطلع لفوق سطح
بيفتح سماكة، فتح السماكة على الأطراف هي جاية بلغة الفيرتيسيز أفلع على الأرض يعني. يعني هذا اللافت هون ما بيجي قطش، بيجي تك نازل بيتقرب أنا بسميه مع المحيط. هاي تطلع أصابع المجلة، بينت معك أصابع المجلة ولا ما بينت؟ شفت شلون أنا دغري بينت معي وأنت بينت معك؟ برجع بقول له مسك لي هذا الإيدج مع داير ما دوره كمان كونكت. شو فادني هذا الكونكت الآخراني؟ رح أقول لك شو فادني. روح على الفرونت وقل له مسك لي العقد هلأ الفوقانيات اللي هنن هون شفتون، ارفع لي هون لفوق بمسافة صغيرة بس. شو عطو؟ عطوها طالعة ونازلة. مسك لي العقد اللي هون، شفت أنا على مستوى التحكم بالعقد عم بشتغل. مسك لي هدول نزلهم به لحتى شو تاخد المسافة الكتير انسيابية. لقيتها مو كتير انسيابية من أرضك لأنه مالي ماسك الجزمو، تحرك على الواي، طلع لفوق شوي. أيوه هلأ صارت استقامة واحدة، نزيل شوي، صار كأني ماسكها من الواي تبع الجزمو لما بقول له من أرضك. وبرجع بقول له هون كله تمام، كله يزقف. شايف ما أحلاها هي الأصابع تبع المجلة؟ بتقول لي تباً إذا هيك أصابع المجلة، بيّن معك شي أصابع مجلة. نمسكه طبق له الأبرة كدبرة، تتذكروها تبع الأبرة كدبرة؟ صدقتي إنه بعطيكي شغلة ترجعي لعندي. وقيم هاي ريلستيك شيدد وعطيها برسبكتيف ولا زوم. فهمنا المبدأ تبع الأصابع اللي طلع؟ هو مبدأه شو؟ هيك مكسر بهالشكل. طبعا الكمالي أنا مالي مزبطها. طيب خلينا نرتاح منها، مسك لي هدول الأسطح طرت محيون ما بدي اياهم. يلا هلأ شو طب استمتع بيطلع معك. أنا ما يدارس الباقي. أنا فهمت شو قصدي. بس أستاذ أنا في عندي هون مشكلة. شو هي؟ السطح التحتاني أنا ما بدي اياه، مسكنا خلينا نكبه كلياته كألمنت فيك تختاره على السريع وتقول له محيط. هذا بده يكمل شغلات معينة. رجع على مستوى الإيجز تبعه، مسك لي هي الإيج كنترول دبل كليك، لك هي الإيج كنترول دبل كليك، سحبها موف عم بيزيحها. لا أنا بحاجة يكون في هون تقسيمة لسبب ما. شيفت شيفت شيفت، شوف شو عم بعمل؟ عم بقسمها عشان بدي اعمل تقسيمات لغة. عطيني مبدأ، مسك لي كل البوردر المحيط سكيل كبره. شيفت عطى منه استنساخ لأسطح وبلغة تكبير. فهمنا اللغة؟ هاي الشغلات اللي انت اذا بدك تضيف، بدك تقيم، بدك تحط الاتش الحرة رائعة. وأوقات أنا بقصد أمحي الكتلة مشان يطلع عندي إتش حرة لأعمل منها شغلات معينة. موف نازل لتحت، هذا على اتجاه الزد، نزل لتحت مع أحلى. شيفت مع سكيل طلع لبرا فرد. شوف شو بيطلع هون، بيطلع شغلة مرتبي. واضحة الفكرة؟ and so هاي بالنسبة للإتجات اللي عم نتعامل فيها. وبرجع بقلك نحن الشغل تبعنا هندسيا مو انك تجي تجيب بوكس وبدك تعمل لي كتله كامله. انت عندك البوكس، عندك الاكسترود او عندك السويب او اللوفت، بدك تضيف فرزي عليه، بدك تعمل كذا عليه. هاي لغه الاجاد. البوردر واضح معك انه هو نفس روح الاجاد تماما. وفي عندي هون الشغلات، اوه هاي شغله رائعه هون. البوردر نفس لغه الايدج تمام، بس فارق فيها بشو؟ انه هو نص مو كامل. يعني اي امر بيشتغل بيشتغل على نص. يعني مثلا هي الايدج اذا مسكتها كايدج وقلت لها اكسترود، فهي شو عم تعمل؟ عم تطلع لفوق وتفتح بجهه واحده. وضحت الفكره؟ هذا البوردر، انه الفرق بينه وبين الايدج انه البوردر بيعطيك كامل الايدجات هيك سيلكشن سريع. اما لو نفسها طبقتها على ايدج نظيفه بتطلع بالاتجاهين. عرفنا شو الفرق بين البوردر والشو اسمه؟ مسك لي هذا البوردر، شفت لي بوردر شو عمل؟ فهو نفس روح الايدج بس نص امر. الاكسترود بياخذ جهه واحده، الثاني ما بياخده، والايدج الملحن بياخذ طرفين. فهو نفس الايدج الحره تماما البوردر، بس سلكشن سريع. بيجي عندي حركه حلوه هون. شايفين هي الكتله اللي هون اللي هي الواجهه اللي طالعه معي بهالقرنه؟ او لا تبعد كتير هون.
شايفين هذا الحدود اللي صايرة، الفراغ هذا اللي طالع بهالبوردر، أنا حابب أعمل له فريم ألمنيوم سويب يمشي عليه. الشغلة الروعة إنه رجع يرسميه بسيطة شغلتك، إله بوردر رجع يرسميه مكسر، أو من لغة البوردر فيك تقلي له شيء اسمه بالإديت بوردرز في شيء اسمه كرييت شيب. أنا اخترت لك البوردر، عطيني الشيب يلي يقابل هالسيليكشن تبع الإيجز، كرييت شيب. وقت بكبس على السيتينجز بيقلي الشيب اللي هعمل له كرييشن لينير ولا سموث. سموث يعني هاي كل محل تقاطع يعتبره هو عقدة، نوع سموث. لينير كل عقدة من هدول كورنر. فأنا اللي بنصح فيه إذا ما أنت فعلا قاصد يكون فيه لفة، خده دائما لينير. أوكي، عطيته لينير وبتعطيه الاسم اللي بدك اياه، راح تقول له مثلا سيلينج فريم لينير. أوكي، شو طلع عندك؟ صار عندك 2D شيب. هذا شكله هو جاب لك يا رسمه 2D شيب لاين، بس مشكلته انه مو بنظافة رسمك. انت نظافة رسمك لهاد ترسمه من هون لهون عقدة واحدة عقدة عقدة عقدة. هو شايف شو عمل؟ عند كل تقاطع بالنسبة للتقسيمات اللي عندك زرع عقدة، وهذا الشيء الطبيعي. فيك تحذفهم وفيك تخليهم. بحذفهم اذا ما بدي اياهم وعرفان ما بدي اياهم، بخليهم اذا بدي اياهم وعرفان بدي اياهم. وهذا الحكي بالابراكادابرا بيفرق معي. لما بدي طبق ابراكادابرا، ما بدي طبق ابراكادابرا بدون ما تناقشني، هالعقد هي كلها يا ترى في داعي لها، بدون ما تناقشني ديليت اذا ما في شرطيه معينه. هلا هذا المسار صار فيك تطبق عليه سويب وتستمتع انه اخده خالص مخلص. المقطع تبعي هو هذا ال شيب، اعطيني هاي زياده العرض تبعه، اعطيني هاي الثيكنس السماكه تبعه. كل عام وانتم بخير استاذ. ليش هيك طالع برات؟ وبكل بساطه لانه هو ماسكه من مركزه لل ال شيب. واضحه؟ انا ممكن اقول له لا، امسك لي اياه من طرفه واقلب لي ميرور، اقلب لي ميرور تاني مشان يكون شايف الحفة شلون ماسكة. صارت الحفة هيك جاية مو هيك، او لفوق صارت هيك. هلأ امسك لي اياه من طرفه الصغير، هذا هو، ونزيل عاد شف لي اياه وين العلاقة اللي ماسكة من سفله التحتاني. لا بدي اياك من نصك، ايوة عم نقرب على الشي اللي بدنا اياه. That's it. في مشكلة استاذ، شايف الوربان اللي واربه؟ هالوربان شو سببه؟ هيك عامل وربة بيني معك شلون مقطع وارد. هالوربان لأنه في شيء اسمه بانكينج استاذ. طلع صح، لحتى يقدر يلف هاللفة بده يعمل بانكينج. بتقولي شو بتعملي له؟ خلي البانكينج شغالة، فن اللغة. طب استاذ بركي أنا ما بدي اياه يورب، بدي اياه جالس. عندك طريقة لفت الطبقي وتجي عند بتتذكر وتبع ديفورميشن تويست، تحط له عقدة بهالقرنة، عقدة بهالقرنة، فتلي هالقرنة جلسها بإيدي عشان ما ياخد لحاله هالوربان، أو تطنش لأنه مو مبين كتير. وبترجع القصة حسب الاستخدامات اللي عم تشتغليها. إيه ليش بتصير؟ ما في شيء ما بيصير، بس لما بدها لتصير تاخد مني هاللفة وأنا بالآخير عم بتعامل معها من شيء هيك، ما في داعي ضيع وقتك فيها. بس إيه بدك تساويها مزبوط. وقتها ما بشتغل سويب، بشتغل لوفت. طب ليش اشتغلت لوفت ما اشتغلت سويب؟ لانه والله انا بالنسبه لي الاديت الشو اسمه السويب ما في انه العب بالمقاطع. اجا معاذ قال لي نحن تعلمنا شوي بالاديت بولي شغله حلوه، اذا بتطبق له هذا اديت بولي كموديفاير صار عندك هدول الايدجات شايفتيهم، فيك تدورهم. فهمنا اللعبه؟ تشبه الديفورميشن تبع الحج محمد، وهي دورهم بالاتجاه، هي بدورهم بالاتجاه، وهكذا. طبعا انا ما عم اقول لك انه هيك بتساوي، بس انت قادر تساوي يلي بدك اياه. وسلوى يا سلوى، هون صار في عندي اشكاليه صغيره، فتنا هذا المقطع هيك وعاد اشتغل بقى بسماء وظبط فيه. بس لاحظت لي لما هذا الخط فراغيا مشي شو عمل لي مشاكل وغلاظات. انت قادر تعمل حركات، املي هذا السويد، املي هذا الحجي، شايف هذا الخط نفسه، طبق لي عليه اكسترود. لما بتطبق له هذا اكسترود هو بيطلع بالامانه القيمه تبع الاكسترود عموديا. شايف شلون طالع هيك منطق الاكسترود؟ يطلع عموديا. بعد ما طلع بقول له طبق لي اديت بولي كموديفاير، شو صار عندك؟ العقد تبعه هي العقده مع هي العقده،
أعطيني ياهم ويلد وزيد القيمة تبع الويلد. عمل لهم ويلد وهي العقدة اسمها قاعدين وقاعدين، عملنا لهم ويلد زيد القيمة تبع الويلد، عمل لهم ويلد أربعة. لأ كترت يا معلم، معناتها في كل من الاختيار العقد الورانية ما بدي اياك تأثر عليهم، ثبت هي رجع اختار هدول وطبق عليهم ويلد لحالهم وزد لي القيم تبع الويلد. يا الله شكلك ما حترد بنوب، معناتها هون انا كربشتك بحالك، هلا منظبط لك القصة. عمل لي هدول ويلد اوكي، وعمل لي هي مع هيك عقد برضك ويلد. شو عم بتساوي؟ عم حاول اصل لكتلة تكون نظيفة. هي الكتلة مو نظيفة كانت لما كانوا طالعين وفايتين شغلات ببعض، عم حاول نظفهم ليرجع بس محيط غلاف. هالكتلة هي اللي هون هدول العقدتين شو مشكلتون؟ ليش ما عم يرضى يعمل له ويلد؟ شايفه لانه سطح واحد مع بعضه البعض. عطيني اياك هون ويلد لقلك مرة تانية، والقيمة اللي عاطيك اياها المفروض هي ظابطة. رجع على البوردر، هذا بوردر شو صار شايفه؟ بوردر. بالبوردر بما انه في اغلاق له فبيقدر يعطيك كاب، هي بتشبه البريدج بين ايدجين بس انا لانه في مساحة اغلاق بقدر اعطيك كاب سطح. هذا السطح شو خدمني؟ انه بقدر هدول التنتين صار اللي اعطيني بداية انه هدول التنتين، هلا انت فهمتهم على علاقة سطح، عمل لي بيناتهم ويلد. من قبل ما كان رضينا يعمل لهم ويلد مع انه كانوا حرتين، المنطق تبعي بيقول لازم كان يعمل لهم ويلد، بس لما ما عمل لهم لفيت له لفت انه عمل لي اياها سطح، فهمتوا سطح؟ يلا اجمع لي هدول الاثنين. ما بعرف تماما ليش، لانه العلاقه بمخ البرنامج برجع بقول السوفت وير نفسه. هلا امسك لي هي الايدج واسحب لي اياها موف على هالاتجاه. فهمنا اللعبه؟ لاطلع بالتكوين يلي بدي اياه. هي الآخرانية، عظيم هذا الكلام، بدي أمسك هي الفيرتكس، تتذكروا بحركة تبع شيفت زر يمين الغيلي التأثير، واسحب لي إياها من هالإند بوينت، جيبها لهالإند بوينت 3D X Y Z. وضحت الفكرة؟ يعني مين هو؟ فالنقطة اللي عم بقولها إنه أنت صرت عم تشتغل نحت بشغلة أقرب للكاركتر. أنا اللي عم بشتغله هلأ مو هندسي، ليش؟ لأنه عم حاول ابني لك عنصر كامل من الإيديت بولي. أما البناء الأصلي بيكون أنك أنت باني الكتلة بدك تعدل عليها، تضيف لها تقسيمات، تعمل لها شيء. هي الأصول هون. أنا لحتى فوتك بإمكانيات كل شغلة بدي فت لك ياها بأنه كل إمكانيات بلش هون، أعمل هيك قيم حط شغلات تانية ممكن تصير معك. هلأ بالإيدج عنا الشامفر، البريدج، التارجت، الويد، الكونكت، كلها هدولين خالصين ان شاء الله. كرييت شيب هي من احلى الشغلات واخطرهم. سوء الفهم بفوتنا بالحيط. مثلا انا عندي هذا بوكس، البوكس هذا قال له انت 4 امتار ب 6 امتار مثلا بارتفاع 4 امتار، الغيلي التقسيمات ما بدي اياها. يلا بدي افتح باب بهالارني. عمليه فتح باب بهالارني شلون بتصير؟ موديفاي ايديت بولي، امسك لي هالإيدج وهالإيدج. في داعي اخذ على الداير؟ طالما بدك تفتح باب ليش هتاخذ على الداير؟ اوكي، لما بده يصير اخذ على الداير بقول لك ليش، وقتها هو تبى تقرر اذا في داعي ولا لا. عمل لي كونكت بيناتهم، زر يمين كونكت. الباب هو عباره عن خطين، بتزيحه سلايد للجهه القريبه اللي بدك اياها. لهلا بلا دقه، بدك بدقه، بنقول له يس. الخطين هدول زحلي اياهم بدلاله الاند بوينت، من هي الاند بوينت جيب احطها هون، من ارضك بعدها ناقص 50 سنتي، ضبطت لك هي المسافه 50. رجع امسكي نفس الضرابه هي من هالاند بوينت جيبها لهون، رجع زيحها ناقص متر، ضبطت لك فتحه الباب متر. او عن نظر بتساويها اذا ما كثير مهم الدقه. فهمنا الفكره؟ بس انا بعرف ساويها بالدقه اذا بهمني. خلصنا؟ لا ما خلصنا. عندك بين هي وهي الايدج بده يكون في كونكت قيمته واحد بس على الصفر بدون سلايد. هذا الكونكت اللي طلع هو ارتفاع الباب، نفس الضرابه شيفت زر يمين شغل لي هي على زد، هي انزل وطلع من ارضك باتجاه الزد مترين وعشرين. اعطيتك فتحه الباب شقد؟ مترين وعشرين. هلا بيجي عندك انا بدي افتح هون شباك، عملنا هي تك تك كونكت، اثنين
هاد الاثنين خليني زبط شوي افتح بيناتهم ونزل شوي لتحت. تمام. اعطيني كان عفوا لما انا قلت له انا غلطت غلطه هون كنت اعمل حركه مت شردت سوري. اعطيني كونكت طبقت له اثنين اعطيته المسافه وزبطت الموقع اللي بدي اياه ابلاي. شو بيعمل ابلاي؟ صاروا هدول الاثنين الجداد كسلكشن وبيعمل بيناتهم نفس العلاقه هاي وبامكاني صفر وعدل عليها اذا بدي افتح شباك او بدي اعمل شيء افتح بيناتهم ضب. اوكي صار عندي هو مثل درفات شبابيك اذا بدي. واضحه الفكره؟ وبصير عندك اذا بدك انه انا بالنسبه لي بقول له يس ضف لي عليهم هدول الادجات وبيجي بقول له كرييت شيب فروم سلكشن بلغه لينير. شو صار عندي؟ هدول ممكن اعطيهم بما انه سبلاين واحد شيء اسمه سويب. هالسويب شو اعطاني؟ الفريمات الخاصه بهذا الحجم بلغه يكون مقطع السويب تبعي هو المستطيل المربع البار اللي هو. واضحه الفكره؟ هون شايفه قلبه بالمقلوب. ليش قلبه بالمقلوب؟ لانه السبلاين تبعه هذا السبلاين اتجاهه من تحت لفوق. هدول اللي جوا وهاد لبرا. ارجع له ريفيرس عكس لي اياه. هي لغه 2D هي ما دخلها ب 3D. انك علاقه السويب اخذ المقطع وماسكه من الجهه السفليه من تحت هيك، اما لما اجى من فوق مسكه بالعكس انقلب لجوا، انقلبت اتجاه رسم السبلاين. واذا بترجع بتطلع هون بتلاقي السويب تبعي طريقه المسك تبعه هناك يا طريقه سويب. شايف من وين؟ لما تكون ماسكه من النص ما بيفرق على الكل، بس ماسكه من طرفيه معينه صار اتجاه الرسم بيختلف بالنسبه له، النازل من فوق او الطالع من تحت اختلف عليه. انا اللي بدي اوصل له، جينا هون صار عندي هذا السطح يلي هون موديفاي. شلون طلعوا معك هدول هيك اربعه؟ لانه اساسا انت تسلم لي عينك، انت مو عاطيه هون ادجات فانت مقسمهم اوريدي. من قبل كان لا، كان بياخذوا كله شقفه واحده. طبعا هذا بعدين نتعلم شلون اذا بدنا نعمل حركه معينه نعزله عن الموضوع ديتاتش، نفس الديتاتش اللي بنعرفها، وبنقدر نعطيه ماده ثانيه اللي هي ماده الزجاج اللي بدنا اياه، ويطلع معي التكوين بالاخير هو عباره عن شباك ازاز والفريمات. استاذ اكيد مو هيك، بس هي واحده من الحركات. اذا انا وقت بكون عارفان بدي اعمل شباك هيك بكون جايبه، بس انا اذا مالي عارفان او بعد ما خلصت الكتله بدي افتح شباك، في واحده من الحركات تعملها هيك. حركه ثانيه، استاذ انا ممكن هذا امسحه كله لهذا الشباك وامسك هالكتله، امسك البوردر تبع هذا الحجي قل له شيفت فوت لجوا. ليش؟ انا بدي انحت شباك غاطس لجوا له سماكه، فوت لجوا. طيب الفوت لجوا هي استاذ لازم تكون بقيمه معينه، رجع زيحها وفوتها 20 سنتي. او انت مو في عندك امر اسمه اكسترود؟ هالاكسترود عطيه 20 سنتي بالناقص، ناقص 20 سنتي، الزاويه الصفر هي القيمه اللي بدك اياها. خلصنا فهمنا اللعبه. هلا النقطه، انا طلع عندي هذا الكاب، شايفه هذا الكاب؟ انت قادر تقول له سكر لي اياه كاب يلي هو انت عم تشتغل بالبوردر كاب، سكره وبترجع هالتسكيره بتعزلها تحطها لون ازرق اللي هو سطح الازاز. او انا بيهمني كمل نفس الاستمراريه تبع هالتقسيمات السيجمنت. شو بتعمل على مستوى الايدج؟ انت مختاره بالبوردر، على مستوى الايدج املي من السلكشن هي الايدج وهي الايدج، بقيوا هدول شو؟ ريدج. اوعى تقول لي كونكت، الكونكت بده يكون في بوليجون لحتى يعمل كونكت بيناتهم. او بتعمل له كاب وبتوصل بين العقد، بين العقد صرت صح، بس هي اذكى واسرع عشان ما تختار واحده بوحده واحده بوحده واحده بوحده. فهمنا الفكره؟ هيك خلص اخترت مجموعه فوق مجموعه تحت، عمل لي بريدج بيناتهم لحاله، سكر لك سطح، وهالسطح هو عبارة عن بوليجونز. اوكي؟ ترجع بتخلص الأمور بطريقة ما، بنعزله، كل عام وأنتم بخير. نرجع أظهر لي الفريمز، الفريمات هي اللي طالعة هون، بتفوتها 20 سنتي، بتقفل معك القفلة اللي بدك إياها، هذا بتعطيه لون أزرق، كل عام وأنتم بخير. هذا بنعطيه لون فضي. يلا
استاذ هدول فارقين. هون المتعب الماكس لما بتفوت على مستوى اللاين تبعه 2D شيب تبعه، مسك لي هاد زحليا نص السماكة لجوا، مسك لي هاد زحليا نص السماكة لجوا، مسك لي هاد زحليا نص السماكة لجوا، ومسك لي هاد نص السماكة لجوا. شو طلع معك؟ الفريم ضابط 100% على الكل. أكل هنا اللعب. وين قوة انك تشتغلي بالأوامر؟ هي طريقة الموديلينج الهندسي. لما بيكون عندك هيك مساراتك كذا كذا، هلأ بدك تضيفي شيء، بتقدري تضيفي شيء إديت بولي تحسني ممكن، بس في شغلات أوقات لا تلعب فيها من الـ 2D شيب أزكى. أوكي، وأنا هون قدرت أعمل شيء بدي إياه مشي حالي، بس أكيد مو هيك بفتح الشباك. إذا بدي فيني أفتح هيك الشباك، هذا الفرق بين كلمتين. فيه عند حدا عنده أي سؤال؟ أبداً؟ نرجع يا بسم الله. خلصنا مستوي الايدجز والتحكمات، وهلا بدي فوت على مستوي ماكن، هذا المستوي تبع البوليجونز. نحن شو ترتيب وضعنا؟ نمشي 4.5 شي ساعة تانية يعني. لا 5.5 قصدي، انا مو 4.5، انا 3 ساعات اساس اليوم، 2.5 5.5. إذا شو وضعكم؟ تعبانين بكير كذا؟ طيب أوكي، يعني للخمسة بيلحق بثلاث أرباع الساعة الشيء اللي بدي أحكي إن شاء الله بيلحق. وهذا الحكي أنا معلش خلوني مرقوا نظري هلأ، وبعدين الدرس الجاي بيكون التطبيق العملي تبع الإيدت بولي كله. كون أنا هلأ خلصت كل أوامر الإيدت بولي، الدرس الجاي نعمل تطبيق عملي عليه كله، نبني فيه ونساوي فيه شغلات إن شاء الله. أوكي طيب، نمرق البوليجون. البوليجون هو مستوي مثل ما قلنا أصغر سطح محصور بإجات، وما في بوليجون منحني. تعريف الماكس ما في شيء اسمه منحني، دائما أسطح تكسير، إلا بالحالة يلي محيت إجاته بدون ما أمحي عقده، بس هذا ما اسمه بوليجون نظامي، هذا اسمه مشوه بوليجون بمنطق الماكس. طيب أنا بطبق أمر البوليجون على بحرة ببيت عربي، بحرة هي بتشوفوها المسدسة أو المثمنة، فأنا بطبق فيه وبستفيد من أنه طبق فيه أوامر البوليجون جواته. إذا بدي أعمل هيك بحرة شلون أفكر أعملها؟ عندك 17 طريقة تنطلق فيها. طريقة أنك ترسمها 2D مثلا، اللي هي أنجون، تعطيه نصف القطر تبع هذا الأنجون. قديش بدك إياه؟ مثلا بدي إياها تكون نصف قطرة متر ونص. طلع عندك هي البحرة، تطبق لها اكسترود بارتفاع مثلا 90 سنتي، طلعت الكتلية تبع البحرة. استاذ ليش ما عطيتها سويب؟ احسنت، اذا في مقطع كورنيشة انت بتعرف بدك تعمله لها البحرة، الازكى تعمله سويب. فهمنا الفكرة؟ بيجي عندي انا بما انه ما بدي عقد كتير تفصيلتها وبدي مرق اوامر البوليجون، رح ابنيها بهالطريقة. طريقة تانية، ابني اسطواني بالجيومتري، اسطواني، وهي الأسطوانة عطيها تقسيمات، ما بدي تقسيمات هون على الطول، وبدي هون عدد تقسيمات 6 مضلع، مضلع مسدس، مضلع مسمن. طلعت، بس شو المشكلة؟ طالعة فيها هاللفة السموث، تلغي السموث منها، رجعت مثلها مثل جارتها تماما. فهمنا الفكرة؟ أيهما بتختار؟ انطلق دايزر. جينا قلنا لهذا الحجي هلأ عطيني بالموديفاي طبق لي إيديت بولي، هذا بوليجون. شفتي قلت لك ممكن يكون بوليجون 6 إجات، مو شرط يكون 2 أو 3، أو عفوا ممكن مو شرط يكون 3 4 5 حسب شو التكسيرات. هو بالنتيجة أصغر سطح محصور بإجات. إذا مسكت هذا السطح وقلت له سكيل، أو هذا البوليجون قلت له سكيل، بما أنه ملحم مع أطرافه فهو عم يسحب أطرافه مثله لعنده. أوكي، أنا لما بدي إجي أعطيه سكيل، فأنا عن نظر عم كبره أو صغره. بيجي عندك بمستوى البوليجون إيديت بوليجون في شيء اسمه أوتلاين. الأوتلاين بالإيديت بوليجونز هي نفس عملية السكلجة بس برقم. كبر لي 20 سنتي، كبر لبرا 20، كبر لي 40 سنتي، كبر لبرا 40. في نقطة هون أنا عم بعملها بلاحظ الطلاب كتير بيتلبكوا فيها، شو هي؟ إنه لما بيطلع معه الأمر بيصفن، شو بدي ساوي؟ لا تخاف، طالما ما كبست له الأوكي عمل اللي بدك إياه. شو يعني؟ صغر شوف شو عم بيساوي، كبر شوف شو عم بيساوي، عطيه قيمة وقل له أخي ساوي لي ياك 40، أنت ما عجبك قل له 40، ما عجبك قل له ناقص 20،
بيس انتر لا تخاف طالما ما قلت له اوكي ما عندك مشكلة. وبالنفس الوقت بيناتنا انت المفروض من لما طبقت الامر عارفان شو عم بيساوي، بس بما انه لساتنا جداد بالبدايات بتحس شو عم بيساوي بتقرر القرار تبعك. انا هون ما بدي اياه يفتح ويضب، انا بدي اياه يعطيني سماكة حيطان البحرة. هي ما بتعطيني سماكة، هي بتعطيني تكبيره وتصغيره. 20 قيمة موجبة ناقص 20 قيمة سالبة، والصفر هو ما يغير في شيء، أعطيه كانسل. هي اسمها الأوتلاين. عندك شيء اسمه إنسيت. الإنسيت هي طلبي الوقت الحالي. شو بيعمل؟ من نفس البوليجون بيعطيني، شايف لجوا بوليجون، وهذا الحكي هو اللي أنا بدي إياه. بدي أخذ سماكة 20 سنتي بقول له 20، ودائما الإنسيت لجوا البوليجون ما بيطلع لبرا. ما في لبرات البوليجون، دائما العشرين لجوا، بياخد على المحيط عشرينات نفس روح الأوتلاين تبعك، أوكي؟ وبيعطيك يا هاي عشرين. هلا شو خدمني بهالحركة الإنسيت؟ تماما، عطاني حرية إنه أنا ما عاد سطح واحد صار سطح بوليجون تاني. من قبل كان سطح واحد ما فيني أنزله، ما بستفيد لأنه على الورقة صار على الحرف. هذا إذا بمسكه وبقول له موف، فتت بالحيط نزل هيك، سحب اللي جنبه معه، أو طلعه سحب اللي جنبه معه، شو مشكلتي؟ إنه هذا مرتبط باللي جنبه. لما بعطيه إكسترود، الإكسترود بيحرر سطح منه. عرفت الفرق؟ إنسيت بس موف ما بيزيحه لتحت، بيزيح أطرافه معه. هاي حل. حل الثاني بمحيد الليد، محيطه شو صار عندي؟ صار إجات حرة. إجات الحرة بيجي على البوردر، ما في شيء اسمه بوليجون هون لأنه راح البوليجون صار بوردر. هذا بقول له شيفت مع موف نزل السطح اللي بدي اياه، ومشان الدقة إكسترود للبوردر. قديش القيمة؟ ناقص 80 بزاوية صفر، ناقص 70 للبوليجون. عم ورجيك شلون بكذا طريقة هيك تساوي. تجي بتطلع هون بتلاقي، شايف شلون نزل السطح؟ 70 معناتها بقيان 20 أرضية للبحرة. طلع معك يس، عجبك، كتير حلو، بدي سكره كاب لأنه بوردر عم تشتغل. تاك زبطت، مسكنا هذا البوردر، هذا البوليجون، قلنا له أوتلاين ضبلي لجوا شوي شي ناقص 10 سنتي، ناقص 10. لما هو ضب سحب اطرافه أماله الحيطان لجوا. عرفتوا شلون اللعب التكوين اللي عم بيصير؟ وبهالطريقة هاي بتستمتع بقى، بتكمل الشغل اللي بدك اياه وانت مبسوط تماما عم تشتغل نحو التكميل. احتمال تكون انت عامل له سويب معين، بتضيف له كونكشن هون وبتقول له هذا بوليجون فوت لجوا، فضلت الكورنيشة اللي برا وصار اللي جوا. بدنا نكمل شغلة حلوة، بدي اعمل له طبة رخام على الداير فوق. طبة رخام على الداير يعني بدي اضيفها فوق الحرف. تجي على البوليجون، مسكت هذا البوليجون وقلت له كنترول ضف لي هاد، ضف لي هاد. تتذكر الفكرة الحلوة قلت لك إياها؟ إذا كبست شيفت على اتجاه معين بياخد سيليكشن لمثل لوبو على السريع. تجي بتقول له اكسترود لأنه الموف ما بيفيدني، بدي حرر منك. شو عمل؟ أخذ آخر قيمة، آخر قيمة اكسترود عندك إياها، صفر لي إياها، بلش زيد. أيوة فهمت شو عم بيساوي. هي ساوي لي إياها 5 سنتي، أنا بدي طبط الخام 5 سنتي طال على فوق. ليش ما زحت إزاحة؟ لأنه أنا بدي أحصل على هدول البوليجونز اللي على الدائر. شفتون هدول؟ هلا هي خمسة عملت فيها على الإكسترود شيفت. لا بس إكسترود وهو طلع عموديا على مستوي البوليجونز. شيفت وانطلق على دائر ما دورك. مين مسك؟ مسك اللي على الدائر برا كلياتهم. أعطيها إكسترود تاني. هون الشيء الحلو، لما أعطيته إكسترود وبتجي بتطلع، انا من قبل كنت عم بعطي اكسترود دائما كل البوليجونز بزاويه واحده، هون كل واحد اخذ نورمال شكل، اخذ عفوا ميل شكل. فلما اجيت اعطيته القيمه هو لحاله اخذه بمنطق اسمه هون جروب نورمال. لما بتقول له جروب نورمال هو شو بيفهم؟ بياخذ مستوي وسطي لهالسلكشن لازق بعضه وبيمشيه على عموديه الوسطي هذا. انا بقول له لا، انت اللي لحاله اسمها لوكال نورمال، كل واحد بيطلع عموديا على ذاته مع احترام الاتصال بجاره، بيكمل لحاله الزاوية هون بنظفها. هي اللوكال نورمال. لما بتقلبوا على باي بوليجون كل بوليجون بيطلع عمودي على حاله، ما دخله باللي جنبه.
مو غلط. انت ممكن بعد ما تساوي هالحاله تقول له اعمل له موف لهدول السلكشن ترفعه لفوق. فهمت شو القصد؟ نزله لتحت. فهمنا الفكره؟ عندك اكسترود جروب نورمال. اول واحد جروب نورمال اللي هو بياخذ وسط الكل. لوكال نورمال بيحترم الجوار اذا كان جواره. والباي بوليجون كل بوليجون بيمشي لحاله عموديا على ذاته. وين كنا؟ جينا قلنا له بهالحاله بدي اياها اللوكال نورمال قديش القيمه بدك تبرز فيها؟ 5 سم. ممتاز. من جوا بختار شيفت على داير مادوره اكسترود ثاني بعطيه 5 سم. الله يصلحك، ليش ما اعطيتهم اياهم بامر واحد؟ لا انا قاصد لانه هي بدي اياها 3 سم. اوكي فهمنا اللعبه. يعني كان ممكن اختار هدول وهدول وكل واحد عم يطلع عموديا على ذاته. كل عام وانت بخير، كله تمام. هلا اللي بدي اضيفه انا، اعطيني لهدول الشباب على الدائر عليك واخذها. سوري انا بالي ما اخذها، اخذها 3 سم. بدي اعمل له نعله على الدائر. النعله اللي على الدائر المفروض تكون 15 سم عن الارض، 10 سم عن الارض. فانت عندك 17 طريقه تحددي لي فرزه النعله. انا بحاجه يكون في فرزه. بدك اول طريقه تمسك الايدج هي شيفت كل شيء على داير ما دور هالكتلة هاي أخذته من برا بس وعطيه كونكت بيناتهم وبزيح على المسافة اللي بدي إياها. هاي عن نظر. إذا مو عن نظر بقول له أوكي وزيحها على الأرض وكذا وزبط المسافة. حركة تانية، خذ البوليجون وعلى داير ما دوره أخذ المحيط البراني، الورقة البرانية مبينة، وقول له عطيه انست. انست قديش قيمته بدك إياها؟ أنا بدي 10 سنتي. ضمنت لك تحت 10 سنتي وفوق 10 سنتي. فهمنا الفكرة؟ وبقول له يس خلصنا، خلصنا مولانا. مسيك الإيدج الفوقانية مع اللوب تبعها كنترول باك سبيس. شو صار؟ بقي 10 تحت وخدت القطعة كلها كاملة مراية فوق. هلا امسك هذا البوليجون وعلى داير ما دوره ماسك صرت الاسوار العشره اللي بالسفل تحت، اعطيها اكسترود مشان تتحرر. ومثل ما لك شايف صار لها فرزه اللي بدي اياها. قديش قيمه الاكسترود بدك اياها؟ مثلا 5 سم. بلغه اللوكال نورمال طلع كلياته تمام. بالخطا بالصح ما عندي مشكله، هي كانت 10 بدي ارجع اساويها اكثر من 10. اخذت هذا البوليجون ورفعناه من أرضه موف على اتجاه الزد من أرضك 5 سنتي، رفعوا 5 ثانيات. فهمنا اللعبة؟ عرفنا التحكم؟ يعني ممكن تكوني أنت راسمتي هذا مقطع سويب وترجعي تعدلي عليه بالإيديت بولي بهالشكل. بس الأزكى بالهندسة تعدل على 2D شيب. وإذا ما كان 2D شيب لسبب ما اضطريت أنا أعمله كتلة وفرغته من كتلة ما عاد في روح 2D شيب تبعه، بالإيديت بولي قادر تعدل عليه تعديلات حلوة. برأيي طالما أنا عارفان هيك بدي إياه برسمه مقطع أزكى وأسرع، بس لأنه أنا عم يتطور معي فصار هيك. برجع بقول لك الإيديت بولي مو للبناء الهندسي، الإيديت بولي للتعديل الهندسي. فالذكي اللي بياخد بالأصل بناء يكون صح، تابع المسير بشغلة حلوة. أنا هون عندي هدول البوليجونز، هون المرايا تبعات البحر، هدول المرايا ممكن كلهم كذا طريقة. طريقة يكونوا مدامين مقسمين، طريقة يكونوا مرايا بنسميهم مثل اللي بتشوفهم خزن المطبخ لهم ديكورات فايتة وطالعة. مرأة معكم هيك شغلة تلاقي فايتة فايتة محفور طالع طالع عمل، أو يكون مدميك. هلأ إذا كانوا مدميك عندك نفس الطريقة، تاخدي كل شيء وتقولي له انست. الانست ضمن لك المسافة فوق وتحت، بالنص هو ما تبقى. بس أنا بدي إياهم متساويات لبين ما تحسبي لي التقسيمة تبعهم قديش لازم تكون طول الوحدة. بمسك الإيدج والداير وبقول له كونكت. هدول بيعطيكي مباشرة بالكونكت التساوي، صفر لي هالقيمة وعطيني عدد المدنيك اللي بدك ياها.
أنا بدي ثلاث مداميك، هاي ثلاث مداميك، واحد اثنين ثلاثة، أنا ضامن التساوي بيناتهم. أستاذ أنا بدي المدماك بالنص يكون 15 سنتي والباقي يزيد لفوق وتحت، أعطيه كونكت واحد، قل له أوكي. الناتج اللي طلع أعطيه شامفر بأرضه وعطيه المسافة بدك إياها 15 سنتي، عفوا 7.5 هون لأنه من خلال الطرفين، هاي 15 سنتي. شفت شلون تحت 20 هاي 15، فهمت اللعب؟ وبالنتيجة بتشبه بعضها القصة. ها بس أنا هون عم بعرف كل أمر شو عم بيساوي، فشو الحاجة اللي بدي إياها، عم بختار الأمر اللي بيعطيني اللي بدي إياه. جينا قلنا له هذا الحكي كله تمام، زد لي المسافة أكثر من 7 سنتي something 15 يعني 30. هذا المدماك يلي هون بدي اياه يبرز لبرا او يفوت لجوا، تختار المدماك وبتختار على داير ما دوره الاسوارة اكسترود مباشرة، اعطيني اكسترود سالب فات لجوا، موجب طلع لبرا، طلع لبرا قيمة مثلا 5 سنتي كمان مثلا، قلنا له يس. هلا هذا يطلع شغله حلوه، ومو شرط دائما حلوه، يعني مثل ما انا عم بقول كل واحد حسب الديزاين، انا حاسس انه ما حلو يكون شطفه قاسيه، بده دمجه. هون الدمجه مين بيساويها؟ هذا الايدج اعطيني اللوب تبعك، هذا الايدج اعطيني اللوب تبعك، اخذ الاسواره على الداير فوق والداير تحت، اعطيني تشانفر له لانه طرفي تشانفر، مثل ما لك شايفه صار بيزيد. شايف هالدمجة اللي عم يعملها؟ استاذ انا ما شايفها دمجة، انا شايفها شطفة. مزبوط، لانه انت مالك عاطيها سيجمنتس، هي طرفية وما الى سيجمنتس. زد لها سيجمنتس، واحد اثنين ثلاثة، بلش شو يعمل؟ يعطيك اياها دمجة فلت يعني. وكل ما بتزيدي بتنعم اكتر، بس طبعا المنطق بيقول لك انه ما تزيدي كتير في سموث، بس بتزيدي على حسب ما يطلع انه كيرفو بالنسبة مناسب للشي بدك اياه. وكل عام وانتم بخير. خلصناها وكله تمام، بدي اعمل دمجة برضو تحت، كبسنا على هالايدج، شيفت عفوا كنترول كبستين ورجع عطيت شامفر. هل تشامفر هالمرة بدون تقسيمات، بدي اياه شطفة. اوكي قلنا له يس، عجبني. استاذ انا حابة النعلة اللي تحت تكون فاتحة لبرا شوي. فاتحة لبرا شو يعني؟ يعني فوق ثابت وتحت يفتح المستوي اللي تحت. هون بتجي بتطلع من تحت، شوفي بتلاقي في هالبوليجون اللي هو المركزي وطالع منه اكسترود الخمسة تبع النعلة. بامكانك تقول له grow selection، شفت ما احلاها عشان ما تقعد تختارهم واحدة واحدة، اخترت على السريع grow، امسحهم. لك ليش مسحتهم؟ عشان اقدر اتحكم فيهم. او خليك مختارهم، روح على outline، افتح لي هالselection هاد 5 سنتي لبرا. شو صار لما فتح 5 سنتي؟ سحب معه هدول الاطراف، امالت النعلة كتير 5 سنتي 2.5، ما قلت له اوكي لسه التعديل شغال 2.5 2، اللهم صل على النبي، الاثنين هون مو شغال عندي، عظيم الكلام. لحظه شوي، في تماما ايه فلجته بس 2.5 اوكي. شفتي ما احلاها شغله لايك اوكي، وصلت للشيء اللي بدي اياه كله تمام. اه لهالغلطه ما حلوه هي الفرزه اللي بالنص، بدي الغيها. ليش ما قلتي لي قبل ما نشتغل؟ قلت لي كلامه صح، لانه اوقات في شغلات تعديلها اصعب من انك تعيدها، بس هي قابله. فلهيك بقول لك لا ما عندي مشكله، بنلغيها وبنعيدها. من هون خد لي على الداير grow 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 محيون. شو سويت؟ شو عرتب لك يا؟ عندي بوردر فوق وبوردر تحت، هدول البوردرين رجاع سلخن بريدج، خلصنا. فما شو عم ساوي؟ ولما سلختهم بريدج ملحمين مع بعض، الكتلة تبعي نظيفة للسادة، فهمنا اللعبة. وإذا بتحب تمحي اللي بدك يا وا وا وا، بتصبت أمورك. وضحت الفكرة؟ هلأ امسك لي هذا البوليجون، أنا عندي هدول الشباب بدي أعملهم مو لغة مداميك، لغة مراية، يعني مثل ما قلنا كل بوليجون لحاله. لما بتجي على لغة الانسيت بتلاقي فيها مثل الاكسترود، فيها كجروب
وفيها كباي بوليجون كجروب اعتبر كل السيليكشن المستمر مع بعضه اعتبره بوليجون واحد مع غمزة، أخذ من على دائرة الانسكت. لما بقول له باي بوليجون كل بوليجون بيفوت لجوا المسافة اللي عم بقول له إياها مثلا 10 سنتي، فكل بوليجون عم بيفوت 10 سنتي صار. واضحة؟ وأنا هلأ اللعبة الذكية صرت عم عيني على واحد وعرفان عم يطبق البقايا باتجاه نورمالون، فبصير بعد ما وصلت لهون بقول له يس عجبني، طبق لي أمر بيفل. شو هذا البيفل؟ هو نفس كأنك طبقت اكسترود اوتلاين مع بعض، اكسترود فوتته لجوا قيمة اكسترود، النتيجة طلعت عمل له اوتلاين ضبه لجوا، أو عمل له اوتلاين فرده لبرا كاوتلاين. البيفل هو اكسترود مع اوتلاين بآن واحد. هلا اذا بيجي بقول له مره تانية apply and continue، apply and continue بيطبق نفس القيم اللي فوق، ثبت اول وحده بس الثانيه خلاني اعملها صفر كاوتلاين وكقيمه اكسترود صغيره كتير، عملت فرزه. apply and continue رجع هيضب لي اياها لجوا وفوت غمه اكثر. apply and continue هلا لا بدي اياك تطلع لبرا، ما تطلع كتير، طلع شوي وافتح شوي لبرا. apply and continue بديك تطلع عموديا، عطيته صفر وهالقيمة صغيرة ما تكون كتير عالية. apply and continue ضب لجوا لك وعطينا هيك زيادة، تعمل الديكور اللي بدك اياه. بس الأزكى شو بيقول لك لما بدك تعمل هيك شغلة مو على بحرات، على محل واحد رسم لي المقطع وقل له سويب بيفل بروفايل اعمل بدك يا هذا المقطع اللي هون بس لما بيكون على كذا واحدة كل واحدة بجهة بدل ما اعمله وكرره ومفلج فيه اخي بالهذا شغال التكسيرات. بس لما بيكون في عندك شيء لافف له كيرف له كذا ما بيزبط معك الا باللفة المقطع، لما بدك العلاقة تبع التكسير يكون فيها لفة، هذا عم يعطيك اسطح متعامدة مايلة مكسرة. والعالي عليها بأنه أنت عم تتخيلي شكل المقطع من إكسبروداته. هون لا، أنا عم برسم المقطع رسم وقل له بيفل بروفايل. بس بالسويب أو البيفل ما بصير هذا الفراغ أنا ها؟ اللي جنبه بتلبس ما أنا بتعامل مع ورقة لحالة بس صار عندي المقطع هو هذا المقطع عم يمشي على مسار هيك طلع بيفل بروفايل أو سويب. فهمت شو قصدي؟ لما بيكون مقطعك كذا، بس بما انه انا الناتج تبعي قبلانه مكسر هيك ففيني ساوي بالإديت كولي. انا اللي عم بقصده ما فيك تصمم فيه المقطع اللي بدك اياه، بس فيك تمشي مقطع قدام الريندر انه هون في شيء لحتى تعلق براسك الإديت كولي مو هو للتصميم الهندسي، هو للتعديل للتظبيط. فهمنا الفكره؟ انا لانه هاي النتيجه بتصل بدي اصلها كافيتني قدرت اشتغل إديت كولي. بس لما بيكون المقطع له كيرفات وله شغلات الإديت كولي ما بيعطيني هالكيرفات. شو بدك تعمل؟ بدك ترسم له مقطعه تساويه على سطح، السطح هذا تعمل له array وتلحمهم ببعض إذا بدك إياه يطلع كتلة واحدة. فهمنا المبدأ؟ وهون بقى منصير الفلجان البخاري لا شك، بدك تشتغل عليه بدك تشتغل بهالطريقة هي. النالو يس عجبني. هلأ الفكرة إذا ملاحظين أنا لما بميله بمرحلة معينة بميل بيصير يفوت جوا حاله، هذا الكلام صار خطأ تتذكره طبعا. يعني هي شو المشكلة؟ انه هذا ما بينتهي بيفوت بقلب بعضه. طيب شلون فيني اضمن ضبطه؟ عندك حركتين حلوات. الحركة الاولى انه انا خليهم اقراب من بعض وقل له يس. هلأ بدي اختار العقد تبع هدول، اسرع طريقة لاختيار عقد لهدول الاطراف هي انا واقف على مستوى البوليجون هذا السيليكشن تبعكم، اكبس كنترول وضلني كابسة، انتقل بالايقونات بس فوق ما بتشتغل، انتقل على الفيرتيسيز. عم شو عمل؟ شو يلي كان سيلكتد بوليجون عطاني اياه سيلكتد فيرتيسيز، كبسه كنترول وانتقال على الايكون. هلا ركز معي، كنترول ورجع للبوليجون صار هذا البوليجون السيلكتد تبعي. شو كان سيلكتد فيرتيسيز؟ اختار لي شو بدق فيه بوليجونز، رجعي مره ثانيه على الفيرتيسيز بتلاقي اختار اكثر. واضحه الفكره؟ هلا راح ارجع على البوليجونز قل له شرينك ارجع على الفيرتيسيز. اها شفت الحركات اللي عملتهم؟ هلا اذا انت ماهر فيهم بتحب الايديت بولي، اذا مالك ماهر فيهم بتهلك بالسلكشن بالايديت بولي.
كتير حركات سيليكشن. تتذكر وقت عملت الكنباية عود نقي نقي لي البوليجونز وتحول للفيرتيسز على السريع. وين بدي أقعد نقي نقطة 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 وكل نقطة برمي؟ بس فيني نقي أسطح بوليجونز على السريع وعطيني الفيرتيسز الدقة فيها. أوكي مختار الفيرتيسز بقول له تسلم لي عينتينك عطيني ويلد إلهم. باللحظة اللي بقول له ويلد شوف الحلاوة، المسافة من هون لهون مثلا متر، بس من هون لهون أقل من نص متر مثلا. فلما برفع هالقيمة بس اللي صارت لحم هدول التنتين سوا فصاروا على الحرف تمام. زيد لحم هدول التنتين سوا، انت شو بدك؟ apply and continue ما بتفيدك، بس زيد القيمة. عرفت شو عم بعمل؟ اول تلحيمة لحم اللي فوق بعض بلزق بعض، لحمهم، كمل الزيادة وصل لهدنك لحمهم، زيد لو لبكرة ما بلحمهم لانه في عزول بيناتهم هدول التنتين ما بيرضى ياخذهم مع بعض تلحيم. عجبني بقول له يس لساتني مختار هدول العقد، طبق عليها تشامفر. انا ما شرحت لك شو بيعمل تشامفر لعقده بزاويه، انت ما في داعي اشرح لك، هي هيك زاويه بدي ياخذ المسافه على الاضلاع اللي واصلت له ويوصل بيناتها. معناتها شو عمل لي؟ جزء مخروط او جزء هرم، جزء هرم بقيمه كذا تشامفر، صار جزء الهرم عم ينقص ويطلع معك مستوي بالمئة. فهمنا شيء استاذ؟ ممكن هيك انت عامله من شوي. ايه بس هي النسبه اللي بدي اياها غير هذيك النسبه. فهمت شو قصدي؟ مو كان من قبل له جزء صغير بس انا بدي اياه هيك. اند سو مسكنا القصص الطيبه، قلنا له رجع كنترول على البوليجون بيختار كل شيء، اسطح دقه بهي، بينما شيفت على البوليجون بيختار البوليجون المحصور بين هدول فقط. فهمنا الفكره؟ انا لما كنت على الفيرتيسز اخذ أربعة من هون، كنترول انتقل للبوليجون اخذ البوليجون اللي دائق بكل فيرتكس، كل شيء بوليجونات دائقه. لما بكبس شيفت على البوليجون فقط البوليجونز المحصوره بين هدول. اوكي هي بس لغات الانتقال، كنترول شيفت الانتقال بالايكونز وليس الانتقال فوق، مشان ما تجربي ما تزبط معك. اكيد استاذ جربت انتقل كنترول على الفيرتكس ما عمل شيء، ما بيعمل شيء. اوكي طيب كله تمام؟ إلي حلو الكلام. أنت أستاذ العربي تبع شيء؟ أنت كل ما تكتب شغلة تسألك أنا الأستاذ تبعك. والله سبق وجربتي وجاوبتك وصرت نقلك، يعني ما بني شيء صعيب آخرها في ضربة عصائي، بس يعني عم تتعلمي ما عم تتعلمي. هي لما منكون بمستوى البوليجون مثلا، هيك اكتبي بمستوى البوليجون وعنا اختيار لبوليجون، بالضغط على زر الكنترول والانتقال إلى عم بستناكي تقولي لي أم إنه وصلتي لعندي، شايفك خلصتي. والانتقال إلى مستوى العقد عن طريق الأيقونات، مو عن طريق الكتابة فوق يعني، فإنه يضعنا في مستوى الفيرتكس أو العقد شو بدك تسميها مع اختيار جاهز للعقد الملامسة لاختيار الموجود في البوليجون. عندك اختيار البوليجون، كبست كنترول انتقلت للعقد، بشوف شو كنتي مختارة بوليجون، شو العقد اللي داقة هالسيليكشن بيعطيك اياها جاهزة سيليكتد بالفيرتيسز. اوكي هلا وبالضغط على زر شيفت
يعطينا الاختيار المحصور فقط ضمن الاختيار بمستوى آخر. بالبوليجون ما بعتقد تزبط الشيفت، بتزبط بالعكس. يعني دائما الشيفت إذا انتقلت كنترول عقد، وإذا انتقلت شيفت عقد، النتيجة نفسها كبوليجون. بس بالعكس لا، العقد دقة بوليجون محصور جواته أو دقة بوليجون على دائرة. أنا واقف على العقد، كبست كنترول طلع على البوليجون، أخذ البوليجونين يلي على الطرف واللي بالنص. أما إذا بكبس شيفت بياخد فقط اللي بالنص. بالعكس لا، بالعكس شيفت وكنترول نفس الشيء، من البوليجون عم بنزل، شيفت وكنترول بينزل نفس النزلة لأنه لدائين فيه، ما في شيء اسمه محصور جواته. أوكي؟ طيب هي فكرة تانية. هلأ الفكرة الثالثة، إذا بتجي عندك بمستوى البوليجون، شوفي عندي أوامر بالإديت بوليجونز، بتلاقي إكسترود حكيناها على السريع، فهمناها، إحنا ما حكيناها بس فهمناها واضحة صارت إنه هي نفس الإكسترود بس على مستوى البوليجون. البيفل عرفناها شو هي، يلي هي عم يطلع إكسترود مع أوتلاين، الأوتلاين نعرفها، الإنست بنعرفها، فليب شو هي الفليب؟ فليب فليب، عندك النورمال قلبه، نحن بنعرف نقلب كل النورمالات، أنا هون عم بقلب سيلكتد نورمال. يعني لما بيجي انا بقول له بتتذكر لما كنا نطبق موديفاير اسمه نورمال، شو يعمل هذا الموديفاير؟ السطح الفعال يقلبه غير فعال، والغير فعال يصير فعال، بس بكل الاسطح. هذا كموديفاير اسمه هون فليب نورمالز. تتذكر الكاسه لما كان وشه قفاه، فعم يقلبه بالعكس كل الاسطح. هون لا، انا صار فيني اقول له بس هدول اقلب لي اياهم فليب، صرت وجهه مين يقلبه فليب، صار كله داير وشه لألي إلا هي داير ظهرها. اللوريندر بتكتشفي إنه بهالقرنه هي أنا شايف البطن تبعه، تجي بتطلعي بتلاقي أنا شايف البطن تبع هالحجي، شايف السواد وكله مع كله. هون الفرق بيناتهم انتي اللي شايفتيه، هون هوا طبعا مو بين لأنه ما في إنارة واضحة. لما بتجي بتقلي له مثلا ignore back facing، تعي اختاري هاد، ما بيختاره. ليش بيختار هاد؟ بيختار هاد، هاد ما بيختاره لأنه داير ظهره إلي، اختار هاد داير ظهره إلي. استاذ شلون بدي ساوي هون؟ بسيطة، فكي الإغنور باك فيسينج، امسكي هاد وطاع الداير، رجع فليب. باللحظة اللي عكسهم صار لو مشغل الإغنور باك فيسينج، هدول وشهم لإلي أنا بختارهم، وشهم لإلي لأني. أوكي؟ فالفليب هي عملية توجيه إذا في عنصر أو سطح بدي أقلبه، مو كل العنصر أعكسه أقلبه. هلا هينج فروم ايدج، هذا واحد من الاوامر اللطيفه والحلوه اللي بنستخدمها عاده، يعني بحركات زعبرجيه بسميها، كنبايه من على الدائر بدي اعمل له لفه، سطح عم بيلف، ما بعرف شو ممكن تتخيله كمان لشغلات تانية. بس مثلا يعني عندي هذا البوليجون وهذا البوليجون، راح اقول لهم اثنين طبق لهم انست، هالانست رجع زبط لي القيمه تبعه هيك، قول له يس، طبق لي سكيل عليه بهذا الاتجاه، اضغطه هيك، فهمنا اللعبه، حررته بعدين صرت سكله وزبطه مثل ما بدي. هلا اللي بدي اياه راح اقول له اعطيني بالنسبه لهذا البوليجون هنج فروم ايدج. بتعرفوا شو معنات هنج؟ هذا الباب شو اسمه بالانجليزي؟ هذا الباب دور، بس شو نوعه؟ في سلايدنج دور، في هنج دور. شو يعني هنج دور؟ انه بيفتح على مفصله، في محور دوران له، هي معنات هنج فروم ايدج. انت مختار هالبوليجون بتقول له هينج فروم ايدج، بيطلع لك القائمه. اول شيء بيك هينج، وين المفصله؟ بتكبسها وبتقول له هي المفصله، لازم تكون واحده من ايدجات العنصر، هي المفصله. شو بدك تساوي فيها؟ بدي اياك تدور عنها. شايف شلون بلش يطلع عنا دورانيا؟ على السياره اضويه السياره، لا سيدي هي هيك بيطلع عنا دورانيا. بس ايه ممكن تطلع فيها بهيك شغله، فتح فيها الكتله، تجي تعطيه زاويه 90 درجه اذا بدك شغاله، ها هي 90 درجه، قلب 90 درجه بالنسبه له الهنج. واذا قلت له الهنج تبعي بدي اياه يكون بعيد بالنسبه لهي البعيده، قلب، عفوا اخذ البوليجون هون، الهنج تبعي هذا هو صار عم بيدور بالنسبه له الهنج. انت ما صدقت اصلا عم بيدور لانه هو فعليا ما عنده مرونه يدور، زد له المرونه بلش يدور.
عطيل هنج بعيدة بيبان معك نصف قطر دوران، صار الإيدج فعل البوليجون عم يطلع كله. عطيه أوتلاين، عفوا قبل منها ثبت لي هالفكرة وعطيه أوتلاين، هالأوتلاين ضبه لجوا بلاش يعطيك النافورة اللي بدك إياها اللي مدري شو هي. يا عيني شو طالع شغلة حلوة، شو يعرفني. أوكي عطيني لقلك محيلي كل هالسطح، قلو grow selection، روع selection grow ومحيل. شو طلع border، هاد البوردر مسك لي يا لهاد البوردر، الله يسعدك سكلج لي يا بهذا الشكل like. عطين cap أو extrude، extrude فوت لجوا بقيمة زاوية صفر. عطي يس، رجع سكل جو ضب اليا بهالاتجاه هيك وطلع معي يلي عم يطلع النافورة منه مي مدري شو اسمه. في حركات بتشل انه انا بدي ميل هي بدل ما تميل هي لسه ما حكيت لك ياها، بس بقدر انا ارجع وجه له انه هي التحتانية تيجي تقرب على الحفة وهديك تضلها غميقة، توجه طريقة الميلة تبعها. خلصت بما انه بوردر سلخة كاب سكرتها، بدك تركها مفتوحة تركها مفتوحة. شفت لي هالحركة هي نبعت نبع من الكتلة، بس وين مشكلتها؟ لتساوي hinge from edge بدك تعيدها على كل واحد من هدول إعادة. ليش؟ لأنه الهنج بياخد لإج، هداك بيصير بالنسبة لهالإج بده يلف، فكل واحدة بوحدتها. أو بيصير في تفكير تاني بيقول لك أخي مسك لي هذا الأسطح هاي وكررها الري ورجع عملها. يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، أنا بجي بقول له مسك لي هذا، أسرع طريقة لأختاره مسك لي هالبوليجون، شوف ما أحلى grow 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 shrink. فهمنا اللغة الذكية؟ عرفت ليش تلكم الشغلات الاختيارات القطبية كتير ذكية. أنا واقف على هاد بنزل لتحت في شيء اسمه بالإديت جيومتري ديتاتش، وفي شيء اسمه التاتش نعرفه من الـ2D shape، بس هنا بنحكي جيومتريز أو سوري أو ميشز إذا بيضيفهم لبعض. بكبس على settings detach، هذا اسمه نافورة، detach to element يعني فصله هون وخليه بنفس element بنفس الـ edit poly، clone انسخ لي منه نسخة، أنا لا بدي إياه ينسخ ولا بدي إياه يضل بأرضه، بقول له أوكي فصله كأنه عكست الـ attach، صار هذا كتلة هذا كتلة. هلأ بختار هاد بالنسبة لا، بقول له جملة الإحداثيات اللي بدك تدور بالنسبة إلها هي هاد، أخذ اتجاهاته، مركز الجملة الخارجية هي مركزه، طبق لي أمر بدك دورانيا أو أنا مختاره مع مركز التأثير خارجي، طبق لي أمر دورانيا بزوايا شو هذا مسدس 60 درجة. خايف ما مشكلة، شو بتقول له بالنسبة للجملة هاي نقطة عطيني الري. ليش؟ أنا بصراحة ما متأكد من الزوايا، بسيطة شغلتك، عطيني العدد، العدد بريفيو الدورانية اللي بدي اياها التوتال 360، العدد بدي اياه 6 أضلاع انستنسلي كله تمام. أوكي شو بدك تساوي هلأ؟ بدك تجمع لي اياهم معهم، ما لك مضطر تجمعهم، فهمنا الفكرة؟ خلاص لا انا قصدي اجمعهم باوبجكت، مالك مضطر، خلص مبينه هينا وفيرك اللي طالعه عم تكب مي من كل الاتجاهات، واذا بتحب انا بدي اياهم هي وهي وهي، اترك هي ما بدي اياها هي ما بدي اياها وهي ما بدي اياها، رح تخترت اللي محفوره. اوكي تحدي الماكس، هذا اخترت المحفوره، هدول اللي بدي اياهم. لك هي شو جابه؟ بسيطه، مسك لي السطح تبعها، فوت على البوليجون تبعها لتشوف امكانيات التعديل شو حلوه، أزكى مسك لي البوردر تبعها ومحي ما حكل الأسطح مرتبطة فيه، مسك لي الإيدج هاي والإيدج هاي وسلخة بريدج. حل تاني عمل له كاب لأنه هو بوليجون واحد كبوردر. النتيجة فهمت قديش عندي إمكانيات أعملها؟ يا أستاذ أنا بدي هاي المفتوحة كمان تتكرر، أرجع كررها مع هديك كنت، فهمت اللعبة؟ وبآخر الشيء سلخوا أمر لحمل إياهم، وهن مكررين عقد على عقد، لحموا مع بعض إذا بهمك يتلحموا مع بعض. كلغة بناء هندسي أنا ما بهمني يتلحموا مع بعض، بهمني بانوا هيك. ومثل ما قال مصطفى إيه كبحرة بهمني تكون كلياتها وان جروب، شو اسمها فاونتين بحرة بدك إياه، خلص صارت جروب البحرة، هذا هو
واضحة القصة؟ هذا بيكون تفصيل لشيء أنا شغل جوا الموديل تبعي كله، فبقدر أفصل فيه بالإيديت بولي. واضحة؟ أنا وتبني بالإيديت بولي أوعك تفكر إنه بيجي بحط بوكس كبير البرج وبلش بدي أحفر وأطلع، وإيه مو هيك البناء الهندسي. بس الكاركتر إيه مثل ما شفت شلون فتت بالنافورة وطلعت منها وعملت، لأنه بالأخير عن نظر عم تشتغل. أما بناءك الهندسي له قيم، له أوامر خاصة. إيديت بولي إمكانية تعديل مثل ما بدك. أي سؤال؟ عظيم. الدرس الجاي راح نفوت إن شاء الله آخر فوتة اللي هي الأبرة كدبرة، ونطبق فيها تطبيقات عملية كتير راح تستفيدوا إذا بتحضروا الفيديو تبع تبع الكنباية. يلي ما بيقدر ينزله من الإنترنت هات فلاشتك أنسخ لك يا، ولا بتقول أخذتك غدا قولت. يلي عنده يقدر ينزله كذا، المهم يعني لا تكلك عذر إنه أستاذ ما صح اللي